عن المشكلة والحل. وأرجو أن جميع من تقوم فيها في جدل كبير نتيجة انهدام الثقافة العامة المجتمع وفكر مبادئ مناسب يعني على قدر ما العلم لا يفهم خطورة هذه المشكلة ويستخدموا ألفاظا مباركة أمثال بلدية أو يعني شعبية لا علاقة لها بالموضوع. سوف نتحدث هذه الليلة عن أخطر مشكلة أطلق عليها أم المشاكل في مصر. أشكركم شكرا جزيلا وأدعو السيدة الدكتورة الفاضلة الأستاذة الدكتورة نيلوس حسن تتحدث معنا عن أبعاد المشكلة السكانية. وتفضل محفوظا. في هذا اليوم خاصة إني أجلس بجوار أستاذي الأستاذ الدكتور السيد الحسيني الأب الروحي للجغرافيين المصريين وخاصة إن هو يدرس الجمعية الجغرافية المصرية وتتلمست على ذلك طوال فترة نشاطي في الجامعة في أعداد القضاء وتعلمت منه الكثير ويوعدنا دائما في البحث العلمي. اليوم الحقيقة تحت قيادة المجلس الأعلى للثقافة معالي الوزيرة إياس عبد الدالي الأستاذ الدكتور هشام عزمي السادة العاملين في النشاط الثقافي بالمجلس نشكرهم على هذه الندوات الثقافية التوعوية لجمع أو جميع الشعب المصري خاصة أنها تنقل أونلاين وأولى يعني الهدف المرجو من هذه الندوات إن شاء الله يوصل ويكون له المرجو. موضوعنا اليوم يعني هنشخص في البداية المشكلة في البداية ونقول أبعادها المختلفة ونتائج المشكلة وماذا بعد. ده ثلاث عناوين رئيسية هقولهم سريعا في وقتي الذي يحدده الأستاذ. في مقدمة سريعة أستاذنا الفاضل تدوم بالشين أوكي أستاذنا في البداية في مقدمة قالها أستاذنا الفاضل إن المشكلة السكانية من أكبر المشكلات اللي بتواجه مصر ودي نتيجة للتزايد الكبير في السكان عن الحد الأمثل والمسموح ده بسبب ارتفاع معدلات المواليد وقلة معدلات الوفيات وهذا التزايد السريع يفوق معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشكلة تسبب خلل بيئي تسبب مشاكل متنوعة بتمس حياة الأفراد اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا وامنيا وثقافيا وتؤثر فيها تاثيرا مباشرا. ده نتيجه لابتلاع الزياده السكانيه لكل مردود الخطط التنمويه. رغم او هناك كمان عدم الاتزان الناشئ بين عدد السكان والموارد والخدمات فعشان كده المشكله بتظهر وخطط التنمية المستقبلية تهدد وبالتالي يؤثر هذا على مقدرات المجتمع واستقرار المجتمع المصري. في البداية عايزين نشوف بمقارنة كده لمعدل النمو السكاني بين مصر وبعض الدول العالم هنشوف قبل الدول اللي قبل مصر كل الدول دي في معدل السكان
اللي هو سنه 2010 اقل من مصر، يعني 2 اقل من 2.3. يزيد عنها باكستان ونيجيريا. وفي 2020 بتمثل مصر الاولى عربيا في معدل النمو السكاني، والثالثه افريقيا، والرابعه او الرقم 14 عالميا من حيث حجم السكان ومعدل النمو السكاني. لو رجعنا سريعا كده، يعني لغه الارقام صحيح يعني ثقيله شويه، ولكن بتدينا دلاله على المشكله. يعني النمو السكاني خد مراحل طوال التعدادات السكانيه اللي هي كانت بتتعمل كل 10 سنوات منذ 1800، ده تعداد تقديمي، وبعد كده 1897 ده معظمنا يعتمد على هذه السنه او هذا التعداد كسبب اساسي. كان سكان مصر يعني نقول لو قررنا نقول حوالي 10 مليون نسمه، تضاعف بعد 50 سنة ووصل حوالي 19 مليون نسمة سنة 1947، وبعد ذلك تضاعف مرة أخرى بعد 23 سنة ليصبح في 2006 حوالي 73 مليون. التعداد الأخير اللي هو 2017 اللي آخر التعدادات اللي اتعملت، وقبل يعني في وسط بقى السنوات دي بنقول عليها تقديريه وليس عد او مسح لسكان مصر للتعداد. بلغ في 2017 عدد السكان حوالي 95 مليون نسمه. لو اضفنا الى هذا العدد 9 مليون في خارج مصر، وبثبات المعدل اللي احنا بنقول عليه اللي رصدناه في 2017 اللي هو حوالي 2.5%، بنقدر نقدر تعداد سكان مصر في 2021 وبلغ حوالي 110 مليون نسمه. هنا بنلاحظ هذا الاعداد وتزايدها على مر التعدادات المصريه. هنا عايزين نشوف معدل النمو السكاني ما بين 1996 و 2006، بلغ حوالي 2.4 مليون. المعدل من 2006 ل 2017 بلغ 2.56%، وده بنقول عليه زاد. وإذا استمر هذا المعدل يتضاعف في 25 عام، بتشير التنبؤات ان مصر ممكن توصل ل 130 مليون نسمه في 2035 والى 160 مليون نسمه في 2050. هنا بنتكلم في الشكل البياني عن السكان في الحضر والريف. بنستنتج ان سكان الريف ازيد في عدد السكان بنسبه اكثر من الحضر. بنشوف هنا برضو بنوصل الحالة السكانية مشخص على أساس توزيع السكان على مستوى المحافظات. محافظة القاهرة من أكبر المحافظات من حيث عدد السكان حوالي 9 مليون نسمة، وبعد كده الجيزة ومحافظة الشرقية، الجيزة ومحافظة الشرقية، ويعني المحافظات بعد كده يعني دي ثلاث محافظات اللي هي بنكون عليها من اكبر المحافظات في حجم السكان. لو قارنا بقى زي ما استاذنا قال المشكله بتكمن في ان السكان يتركزون على رقعة ضيقه من الوادي والدلتا، بنجد هنا ان نحو 99 تقريبا في المية من السكان بالوادي والدلتا او يسكنون في الوادي والدلتا على مساحه 3.5% من مساحه مصر. طبعا في اماكن اكثر في الكثافه في الجنوب، وبالتالي بنقول ان يتركز في الدلتا لوحدها 65%، والباقي في الوادي. الهرم السكاني بيدل على بنقول عليه خصائص السكان حسب فئات السن والنوع
فئات السن والنمو الذكور والإناث، عادة بيبقى الجانب الأيمن ذكور والجانب الأيسر إناث. بنقول هنا الأطفال والقاعدة العريضة بتقول إن 40% عدد السكان أطفال من سكان مصر، ده نتيجة ارتفاع المواليد. وكده مصر بتصنف من أكثر دول العالم في ارتفاع نسبة الأطفال في الشريحة من أقل من 15 عام أو 15 سنة، وده يؤدي إلى زيادة الإعالة، لأن اللي بيعولوا الفئة الأطفال وكبار السن هم الفئة الوسطى وهم الشباب. فإحنا كده بنقول الهرم السكاني فيه انفجار أو يقرب من الانفجار. لو شفنا في معدل الخصوبة وجد من الإشكاليات الهامة خاصة في التاريخ المصري وموروثات وعادات المجتمع المصري، بيقول لنا إن في ارتفاع معدل الخصوبة لدى المرأة المصرية وزيادة قدرتها على الإنجاب، والرغبة في إن هي يبقى عندها ذكور، دي موروثات اجتماعية كلنا عايشينها في الريف، ومجتمعنا الريفي والبدوي يعاني من هذا، لأن العزوة عندهم أهم حاجة الولد اللي هو هيشيل الأرض وهيشيل الأب والأسرة. دي جوانب اجتماعية تكثر عندنا في الريف، التي ساهمت إلى زيادة معدلات المواليد، لأن ممكن ما يجيش الولد في الأول بعد اثنين بعد ثلاثة بقى، يعني حصل الظروف. ومن الأمثال الشعبية الجميلة اللي احنا بنسمعها وعايشين بيها من أهلنا في الريف، إن إنجاب ولد يتشد ضغط لسنة، ومن أهلي بتقولي اتهدت الحيطة عليا، فدي مشكلة، ده الريف كله مشكلة. وأنا كنت بعمل في أحد المشاريع في محافظة الأنبية مع الرائدات الريفيات اللي كانوا بيشتغلوا في التوعية، قالوا لي وانا بشتغل معاهم ان الجده ليها دور كبير قوي قوي في ان هي عندها الموروثات دي بزياده، وتقول لهم لا هاتوا ده كل واحد كل طفل بيجي برزقه، الكلام ده من الجده. فقالوا ان احنا عايزين واحد جده مع الشباب، مش بس الشباب بس، احنا عايزين واحد جدات، لأن دي مشكلة كبيرة، لأن طبعاً دي في التقاليد ونسمع كلام كبير سواء كان جد أو لا. فدي من الإشكاليات والموروثات الشعبية الموجودة عندنا. الحقيقة الموقع ده أنا بهديه كل الموجودين إذا كانوا مهتمين بالسكان، أنا لو يعني ضغطت عليه وفتحته في كل ما يعني يهم المشكلة السكانية up to date، يعني بيتنافق كمان بالسكان، وكل طفل يتولد بيسجل، والموقع هي في الدراسات الحقيقة مش بيتفتح، بس أنا بأهديه لحضراتكم لان انا فتحت واشتغلت عليه وجبت شغل اللي موجود في الفئه العامه. ننتقل للنقطه الثانيه اللي ايه هي النتائج للمشكله السكانيه. عندنا اشكاليات في الامن الغذائي للزياده السكانيه والمائي والعجز السكاني والعشوائيات، كل دي نتائج للمشكله السكانيه، استنزاف الموارد الطبيعيه، تلوث البيئه، ومشكلات الفقر والامومه والبطاله. هنسرد كده بعض منها في وقتنا الباقي. لما نتكلم على مشكله الامن المائي والغذائي في مصر، بنقول ان ممكن تكبر ال
الوزن بالنسبة للطول، وده يؤثر على
القدرة الحركية والإنتاجية والتحصيل المدرسة الإصابة بأمراض السمنة اللي إحنا قلنا عليه. وطفل من 3 أطفال أقل من 5 سنوات يعانون من الأنيميا وفقر الدم. كل 4 من 10 سيدات بيرضعن رضاعة طبيعية في أول 5 شهور فقط، وده بيكون ليه أثر على سوء التغذية والأمراض المعدية ونقص المناعة. دي دراسات اتعملت من قبل الجهاز المركزي والمسؤولين على الجانب الصحي في مصر. نشوف أثر الزيادة السكانية على عجز السكني وظهور العشوائيات، رغم ان الدولة بتعمل جهود جبارة في بناء المدن الجديدة وفي بناء المساكن ذات ساكني العشوائيات لو هي هتزال، ودي عبء شديد وضغط على الخدمات في المدن في المناطق العشوائية. بتشمل في قصور المرافق وتلوث البيئة، كل ده مع النمو الحضري العشوائي اللي بيجوا ويهاجروا من الريف الى المدينه لفرص عمل، بيبتدوا يشوفوا المناطق الاكثر او اقل سعرا في السكن، وبالتالي بتكبر هذه المناطق وتتفاقم المشكله بسبب سوء توزيع السكان على ربع الدوله. وزي ما قلنا ان سكان الحضر فيها يسكنون 56% أو 57% من اجمالي سكان مصر، وبالتالي تزداد المشكله مع زياده التعليم. برضو من المشكله السكانيه والنمو السكاني في استنزاف للموارد الطبيعيه وزياده معدلات التلوث من كثره العربيات والمصانع والمحطات الكهرباء والمساكن، كل ده في زياده في معدلات التلوث من خلال الراس البيئي ظهر بنا هذه الاشكاليه وتتمثل في الابخره والمخلفات التي تصدر من هذه المناطق الملوثة، وده بسبب الزيادة السكانية والتعدي على المساحات الخضراء مجرد بناء المنازل وزيادة السكان أدى إلى الاستهلاك العالي للمحرقات ونتج عنها غازات وأبخرة تتصاعد يعني تبقى فيها ضرر كبير، وده اللي خلانا نسمع على صخب الهجوم وخلانا نسمع على احتباس الحراري، وكم من الدراسات بتتعمل وفعلا رصدوا كميات كبيره من الاضرار على الانسان. الزحف العمراني على الاراضي الزراعيه بنلاحظ ان بندرسه من حيث عدد التعديات، دي بتبقى بتسجل من محاضر في وزاره الزراعه، عدد المحاضر اللي هو اللي بيتعدى على الاراضي، واللي هي العمود الاحمر ده مساحه الاراضي بنلاقيها اكتر في الغربيه في البحيره في الدقهليه، نسبه التعديات دي المساحه الفعليه للتعدي على الاراضي الزراعيه، ولو اتبناها بنلاقي ان مساحه القطع وده رصد من 2011 ل 2014. ودي اشكال البناء جوه الارض الزراعيه، ودي بتاثر على انتاجيه الارض، لما يعني تبقى في كتل اسمنتيه في وسط الاراضي بتاثر على القدره الانتاجيه للارض، والفلاح ينتظر للارض اللي هي بين البنى ده لاعلى سعر لانها اصبحت مباني، فبالتالي بقت مشكله. لو بصينا لقضيه الفقر و قد ايه من السكان معلومة من تحت خط الفقر، ده رصد في 2015 ان اكثر من
الأسرة اللي هي 10 أفراد فأكثر بنلاقي نسبة الفقر حوالي 75%. فدي مشكلة، إنما أسرة من 1 إلى 3 أفراد حوالي نسبة الفقر بنقول عليها 6% تقريبا. هنا أين توجد أكثر القرى في مصر؟ لو رصدنا للفقر في الجمهورية مثلا على سبيل المثال، هنلاقي إن هي في 2015 27 أو نقول 28% تقريبا، وفي 2017 و18 ارتفع 32.5% رغم وجود الدولة في هذا. بتلاقيها في الريف بتزيد أكثر في 2015، في الحضر وصلت 34% أو نقول 35%. لو شفنا أكثر 1000 قرية مصرية هنلاقي إن فيها 12 مواطن في خط الفقر و 8 مليون فقري. أين توجد أفقر القرى في مصر؟ دي من الجهاز المركزي هذه المصادر وهذه الأرقام بيقول لنا إن هي قرى سكان مثلا على سبيل المثال 87%، حوالي الرقم ده. عندنا بعد كده هنلاقي أسيوط، حوالي 67% من مواطني أسيوط فقراء. المريم 163 وهكذا. رصدنا هذا الفقر، فنسب الجيرة والدولة عملت مبادرة الرئيس للنزول في تنمية القرى المصرية من أجل هذا، من أجل هذا الرصد اللي احنا شفناه في 2017-2018 طبقا للتعداد السكاني. الفقر في مصر نقول لما نشوف المشكلة بتيجي منين؟ بتيجي من نسبة القومية هي اللي فيها نسبة الفقر الأكثر. لما على مستوى التعليم اللي هو العالي والجامعي بتقل نسبة معدل الفقر بيتناقص مع ارتفاع مستوى التعليم. كل ده مرصود لغاية تعداد 2017. التوزيع الجغرافي لنسبة الأمية دي برضه إشكالية من إشكاليات الزيادة السكانية. فبنشوف إن الفئة من 15 سنة فأكثر في 2016 هنلاقي هنا اللي هي باللون الأحمر الداكن هذه البحيرة، عندنا مثلا قصر الشيخ الفيوم، دي من أكبر المحافظات في نسبة الأمية. تليها المحافظات الأخرى، الجيزة، مطروح، الشرقية، وهكذا. وأتي أهو أنا في النهاية بتكلم على نسبة المتسربين برضو في التعليم، لأنها إشكالية كبيرة من إشكاليات الزيادة السكانية. فهنلاقي إن هي باللون الأحمر الداكن دي أعلى نسب تسرب بالمرحلة الابتدائية في 2016، باللون الداكن تعني أعلى نسبة تسرب. البطالة مشكلة من مشكلات زيادة السكان وعدم توفر فرص عمل لكل هذا العدد من السكان. فبنقول هي بين المؤهلات العليا وبين الشباب من سن 15-29 سنة، بنلاقي إن هي في 2018-2019 بنلاقيها أكثر ما بين المؤهلات العليا. وده اللي بيخلينا يعني نشوف حلول لهذا. استاذ ما انت في كبيره اكيد ده يديني بس فكره عن تطور معدلات البطاله من 2000
2018 بنلاقي برضو حملة المؤهلات المتوسطة أقل من حملة المؤهلات العليا. ده عيب في التعليم ولازم نشوف له حل. في النهاية أنا عايزة أقول لابد من رؤية شاملة، لأن نسبة النمو بين 2.5% إلى 3% تحتاج نسبة النمو دي إلى نشاط اقتصادي ونمو اقتصادي يتوافق معها. الحلول في الحلول المتحدة في السادس أليس كذلك؟ أنا بس بلين علشان أسلم لحضرتك الرأي. بلين معنا إن إحنا لازم يبقى فيه نمو اقتصادي لو ما كانت هذه المعدلات بهذه النسبة من 7.5-9% للسيطرة على البقر. فما هي الحلول؟ أنا أتساءل أستاذنا إن شاء الله لما يقول لنا هي الحلول إن شاء الله تبقى ندوة شيقة. وأشكر أساتذتي الأفاضل وزملائي الأعزاء في اللجنة الموقرة وجميع الحضور وأنجزت في الوقت اللي خصصته لأستاذي. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا أستاذ الدكتور فيروز على هذا أنا عارف طبعا جيدة جدا ولكن هذه المؤشرات الحالية وسوف أتم تكرارها ولا الأرقام استخدمتها أرقام حديثة مشكورة شكرا جزيلا شرفتنا الدكتورة فيروز وشكرا لك وشكرا سلام الدكتور طبعا موزع أحضار المقرات بحيث أن الأسئلة تتأثر وأتمنى أن يكون في حوار كويس بين بعضكم المتحدثين وحضراتكم في بعد ما انتهي من اللقاء هذه المدخلات. الآن يأتي دور الأستاذ الفاضل الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدكتور أحمد سعد الأستاذ الكبار اللي اعتز به بوجود هذه اللجنة واقترح موضوع جميل جدا أتفق مع أهداف اللجنة وهي التربية السكانية. طبعا أمام سعادة الأستاذ العزيز في الدنيا برضو بحيث ان احنا نتواصل برضو الامور اللي هو السلام الفرقه المشهوره. شكرا بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور سامي الحسيني مقرر اللجنه لمشاركتي في هذه الندوه الهامه جدا. فنحن نتحدث عن يعني نخش في الموضوع على طول عشان الوقت. نحن نتحدث عن مشكله المشاكل، المشكله السكانيه في مصر. يمكن الأستاذ بيه أتكلم على الحلول المختلفة، لكن هذا مدخل مواجه لي، لكن الحقيقة ظهر في فترة من الفترات اللي هقول دلوقتي، ولكنه مدخل مهم جدا من المداخل الأساسية لأن احنا ننظر للمشكلة السكانية نظرة أخرى. فهبتدي على طول مع حضراتكم. إن معظم دراسات الأدب التربوي تؤكد على أهمية التربية السكانية، ويمكن مفهوم زي ما قلت مش حديث قوي، لكن أهمل فترة طويلة جدا ورجع العالم تاني. إحنا عاوزين نحيي هذا المدخل في مصر لأنه أعتقد من المداخل المهمة جدا في هذا الإطار. المشكلة السكانية بتسمى البال كل العالم وليها طبعا حكومات ومنظمات دولية عناية خاصة في بلدان الدول الثالث اللي بتتخاطب في المشكلة. يمكن الدول المتقدمة وصلت تقريبا إلى نمو معتدل السكان، لكن ما زالت الدول النامية ومنها مصر عندها مشكلات كثيرة في هذا الإطار.
التربية السلبية هي أحد الروابط الأساسية لتقليل أو كبح جماح النمو السكاني وما يتبعه من مشكلات اقتصادية واجتماعية وحضرية. يمكن الدكتورة فيروزة يعني أشارت إلى معظم هذه المشكلات وما والآثار بتاعتها. اللافت للنظر إن كان أول ظهور للتربية السكانية في القرن الماضي في السويد، وكانت على يد اللجنة السكانية لتكوينها في هذا الإطار، وكانت بتعالج مشكلة انخفاض معدل المواليد وليس معدل الزيادة السكانية. يعني كان عندهم مشكلة في أوروبا إن بعد شوية مش هيلاقوا ناس، لأنه انخفاض كبير جدا. فكان ظهور المشكلة يعني عايزين يقولوا للناس يا ناس لا احنا عايزين ناس مش عايزين نقلل مش عايزين نزود. فكان ده البداية في السويد، وقالوا ان هذه المشكلة هتأثر على النمو وهتأثر على التطور والإصلاح، وكان ظهر الكلام ده برضه في الولايات المتحدة الأمريكية. أول برنامج اتعمل للتربية السكانية الحقيقة تم تنفيذه في كل من الهند، عارفين معدلات الهند من المعدلات العالية للسكان، والفلبين وكوريا كان 1970. وطبعا ما كانش بقى بسبب انخفاض بقى المواليد، ولكن كان لسبب زيادة عدد السكان، وما أثر على ذلك المشكلات ضخمة كثيرة تقضي على أمان الشعوب والتقدم والعيش الكريم. اليونسكو عملت حلقة رئيسة جدا للتربية البيئية في بانكوك 1970، وقالت إن هذا النوع من التربية لابد ان هو يعني يبقى موجود على نطاق العالم كله، وان احنا نضع الخطط والبرامج التنفيذيه للتربيه السكانيه والبرامج التربيه السكانيه. هيئه الامم المتحده اعتبرت عام 1974 عاما دوليا للسكان، دعت في جميع الدول الناميه لكي تفضل امر سكانها قبل ان يفلت الزمان. الكلام ده لما نتكلم عن السبعينات من القرن الماضي، فاحنا طبعا يعني تقريبا يعني أكثر من 50 سنة. ودعت المؤتمر الدولي للسكان، حضروا أكثر من 136 دولة، وأصدروا خطة عمل دولية للسكان مكونة من 109 فقرة أو 109 توصية للاستعانة بها في ضبط السياسات الخاصة بالسكان. والحقيقة المؤتمر ده يعني من أهم المؤتمرات، وكان بيركز على ركن المسؤولية الفردية الناس. الناس هم اللي في ايدهم ياخدوا القرار السليم تجاه المشكله السكانيه. فاحنا هنا بنعتبر قال المؤتمر ان التربيه السكانيه هي الركن الاساسي في بناء الانسان، ولو اهميه كبرى ومكانه ساميه وضروره في اي برنامج قومي للسكان. يعني احنا زودنا الموارد قلنا، لكن المهم الناس وقناعه الناس، هي دي القضيه الاساسيه اللي بتركز عليها التربيه السكانيه. 84 دعوا لمؤتمر اخر الدول العربيه، شوف قد ايه اهتمام الدول بهذه القضيه واهتمام العالم. 1984 حضروا اكثر من 174 دوله، وقالوا انه من ضروره ان تلتزم الحكومات بقضايا السكان والتنميه. ويمكن لسه ما كانتش ظهرت التنميه المستدامه، ظهرت بعدها بشويه في مؤتمر ريو سنه 2002. لكن اكدوا على اهميه التعليم والاعلام كأدوات أساسية للتربية السكانية. التعليم والحياة، الفرد هو ده الأساس اللي احنا بنشتغل عليه في التربية السكانية. طب تعالوا نشوف ايه هو مفهوم التربية السكانية. في أكثر من مفهوم للتربية السكانية. المفهوم الأول إن التربية السكانية بتعني تعليم السكان قضايا السكان. عملية مقصودة تهدف إلى احنا سميناها عاوزين الفرد المتنوّل سكانيًا. زي المتنور بيئيا، زي المتنور تعليميا، عايزين يكون هذا التنور عند الفرد. متمكن، متفاعل اجتماعيا، هو مفهوم بيصف الجهود المبذوله في جعل السكان في جميع الاعمار على يقظه وحذر من التغيرات السكانيه وعواقبها على الحياه والمجتمع. وده بيجي من الاطار المدرسي واللامدرسي، يعني احنا عندنا المدرسه شق مهم جدا والتعليم، والوسائط الاخرى اللي هنتكلم عليها بعد شويه زي الاعلام والمؤسسات الاخرى. مصطلح التربيه السكانيه بيساعد الناس لفهم طبيعه اسباب المشكله السكانيه وتداعياتها تاثيرها بواسطه الافراد والاسر والمجتمعات، وتركز على القرار الفرد والاسره فيما يختص
للسكان والوضع السكاني بشكل عام. التعريف الأخير اللي يمكن وزارة التربية والتعليم عندنا يمكن بتذكره في الأهداف بتاعتها، بس احنا المهم نعمله، هو جهد تربوي موجه لتنمية وعي الأفراد وفهمهم للمظاهرات السكانية حيث أسبابها والعوامل اللي بتتحكم فيها والآثار المترتبة عليها، مع توجيه هذا الوعي والفهم نحو ترتيب العلاقات أو الاتجاهات نحو سلوك الأفراد وتصرفاتهم في المستقبل، مما يرفع مستوى المعيشة بتاعتهم ويعطيهم حياة أفضل. إيه ده الأساس؟ هو ده اللي بتسعى إليه التربية السكانية. قناعة الفرد وتصرفاته وسلوكه في الآخر من أجل إن هو يعيش حياة كريمة وحياة أفضل. التربية السكانية لها أهداف قريبة المدى ولها أهداف بعيدة المدى، هنلخصهم في النقاط التالية. أول حاجة تزويد الناشئة اللي هم الأطفال، يعني إحنا عاوزين نبدأ القضية من الأطفال. يمكن الكبار حضراتكم عارفين إنه الاتجاهات صعب قوي إن هي تتعدل أو تتغير لما الناس تكبر، لكن الناس وهي صغيرة في المدرسة تقدر نعمل ده وهم لسه صغيرين، بس المهم نعمله إزاي هي دي القضية الأساسية. تزويد الأطفال أو الصغيرين بالحقائق والمفاهيم المتعلقة بالمشكلة السكانية والنمو السكاني، ويمكن الدكتورة فيروزة تفضلت وقالت العدد والتوزيع والكثافة، والدكتور سيد دي أول لقاء النهارده اتكلم عن هذا الموضوع، معدل المواليد، الخصوبة، الإعالة، مستويات التعليم، الموارد، إزاي البشر بيتعاملوا مع هذه المواد وإزاي نستخدمها بكفاءة. القضية يعني مش مجرد إن أنا أقلل العدد، لكن أنا إزاي نربط العلاقة بين العدد وبين الموارد، هي دي القضية الأساسية اللي إحنا بنتكلم عليها، وإزاي نقنع الناس. أنا أعتقد الصين 1.3 مليار هي ضبط العدد أو مش حد بيخلف غير واحد، لكن بجانب ده عامة تنمية فهم مظبطين الإيه القصة، فهي القضية مش في التقليل فقط. الحاجة الثانية تكوين الاتجاهات العقلية نحو الأمور السكانية، وده بيستخدم عرض الحقائق اللي احنا قلناها والمفاهيم اللي احنا قلناها بالطريقة اللي تحدث الأثر المطلوب. هو ده هي دي القضية الأساسية، إزاي أنا بأثر في الناس وخليهم يتغيروا. ليست القضية هي طرق التعليم التقليدية والحفظ والتلقين. يعني لو قعدنا نقول للأطفال في المدرسة ما هي المشكلة السكانية وما أسببها وما أثرها، حفظوه، جبنا لهم سؤال في الامتحان اكتب عن المشكلة السكانية، كتب عن المشكلة السكانية، وبعد كده مين يخالف بعد كده ويعمل حاجة تانية خالص، مع إنه كتب هو حفظ، لكن إحنا مش عاوزين ده. التربية السكانية ما هياش حفظ للمواد أكتر من هي قناعة وسلوك وقضية. عشان كده دايما الاقتناع والإيمان واتخاذ القرار المناسب في ضوء مصلحة الفرد والجماعة والمجتمع في إطار حياة كريمة. النقطة الثالثة اكتساب مهارات اتخاذ القرار بما يتمشى مع الظروف الحالية والمستقبلية وما تستلزم لتحقيق التوازن بين عدد الأولاد والموارد زي ما قلنا، وده يعني مهم جدا علشان يحقق الامن والطمانينه لكل الافراد المهتمين. كمان مهم جدا تحسين نوعيه الحياه، وانا مش عايش وخلاص، يعني الناس تقول لك ما احنا عايشين والدنيا ماشيه وكل واحد بيجي برزقه زي ما بيقولوا يعني، لكن هو الحقيقه بيجي بمشاكل، يعني شايف ان هو مش بيجي برزقه يعني هو بيجي بمشاكل يعني. فيعني عارفين نقول ان احنا محتاجين في التربيه السكانيه هي فكرة تحسين نوعية الحياة وإزاي نحسن هذه النوعية بعيداً عن التقاليد الموروثة والعادات القديمة التي نشأت في ظروف مختلفة عن الظروف اللي احنا بنحياها اليوم. مقتنعين تمام الاقتناع بأن طريق الخلاص الذي يهدد المجتمع بأيديهم هم، أنت اللي تقدر تحسن المجتمع وأنت اللي تقدر تعمل المشاكل في المجتمع بتكوين أسرة صغيرة يكون لها نصيب أفضل في التعليم وفي الصحة وفي حاجات كتيرة جدا نقدر إن احنا نعملها. طبعا تحسين نوعية الحياة مش مجرد رفع مستوى المعيشة، ولكن جانب الارتفاع بالمستوى الكيفي، إزاي أنت بتعيش في الحياة مش مجرد إن احنا نقصد نردده وخلاص. طبعا الأهداف البعيدة للتربية السكانية الوصول بحجم الأسرة المصرية
حجم الذي يتناسب مع الوضع الحالي، تحمل الفرد مسؤولية اتخاذ القرار في تكوين أسرة صغيرة عن قناعة، وذلك تحقيقا للجانب الإنساني، اكتساب العقلية المرنة التي تتوافق مع الأوضاع الجديدة داخل المجتمع المصري دون التمسك بتقاليد الماضي من أجل نوعية أفضل للحياة. طبعا مفيش شك إن إحنا عندنا أهداف مهمة للتغذية السكانية أو أهمية كبيرة. أول حاجة تساعد الناس على تحديد طبيعة المشكلات التي لها علاقة بالسكان، تساعد الأفراد على اتخاذ قرارات واعية وإزاء القضايا السكانية، تساعد على الأفراد على تكوين وإدراك العلاقات المتبادلة بين التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسكان وأثر هذه القرارات على التنمية وبالعكس. الحقيقة أنا مش هتكلم عن مجالات، يمكن المجالات كتيرة أوي، تكوين الأسرة والأسرة الصغيرة، فأنا هعدي هذا الموضوع عشان وقتنا، كثافة السكان ونوعية الحياة، كل المفاهيم دي هي القضية الأساسية اللي أنا يعني عاوز يعني إزاي نقدم هذا، ما هو السبيل؟ يعني بعد ما قلنا كل المفاهيم اللي احنا يمكن اتفضلت الدكتورة فيروزة واتكلمت عليها، أنا مش هتكلم عليها، لكن ايه المؤسسات اللي مرود بيها هذا الكلام؟ اول حاجه احنا عندنا سوقين مهمين جدا للتربيه السكانيه، اللي هو التعليم النظامي والتعليم غير النظامي. التعليم النظامي اللي هو المدارس والجامعات، التعليم غير النظامي اللي هو الاعلام، مجلس اعلى الثقافه، قصور الثقافه، مجلس الشباب، دور العباده، كل دول لهم دور مهم جدا في هذا الموضوع. طيب هنعمله ازاي؟ باختصار شديد جدا، لو جينا قلنا المناهج الدراسيه في المدارس الجامعات، احنا مش عاوزين نعمل مقرر جديد اسمه سكان، ولا مقرر جديد اسمه التربيه السكانيه، احنا عاوزين نضمن هذه المفاهيم في اطار نسيج المواد القائمه. يعني مثلا الرياضيات نعمل فيها ايه؟ احنا بنجيب للرياضيات الولد مساله كلاميه، نقول له فلان عمل كذا وفلان احسب اللي عمله فلان، نقول له مثلا اذا كان عدد السكان كذا وعشناهم في كذا، لا يعني يحسبها بطريقه رياضيه، لان انا بدخل له المفهوم بطريقه غير مباشره. وهنا بنأكد على دور المعلم، يعني هو دور المعلم هو اللي يكون، يعني المساله مش مجرد تتقال وخلاص، لكن تتقال ويقف المدرس. احنا عملنا تجربه كانت رائعه جدا لاحد المدارس الكبرى القيمه، عملنا تجربه ازاي الولاد يتعلموا عندهم مشاكل الرصاص في منطقه شبرا في المساجد. فاحنا حاولنا نديهم التوعيه ازاي يتعاملوا مع هذه المساجد، هم عايشين في وسط المساجد. فيعني كانت عندهم مشاكل كبيره جدا. فعملنا حاجه لطيفه جدا، ربطنا المفهوم بالدرس. يعني جبنا مفهوم خاص بالرصاص وربطناه بدرس العلوم في القاعده. وعملنا دورة تدريبية للمعلم، المعلم هو بقى بعد ما يخلص الدرس خلص العلوم خلص، خلص الرياضة خلص، يقف فيها، لو تخيل يا ولاد لو كان الموضوع ده حصل في كذا وكذا وكذا. هي دي القضية. أنا مش عاوز إن أنا أقول محاضرات عن السكان، ولا عاوز أقول محاضرات عن الساعات طويلة الناس هتفهم منها، لكن الرسالة هي إن تكون قصيرة فعالة مؤثرة. يبقى اذا انا محتاج ان انا اربط المفاهيم التربيه السكانيه بالمناهج الدراسيه، مش عاوز اعمل منهج جديد، هيتحفظ وهيتنسي. لكن في الرياضات اقدر اعمل ده، في العلوم اقدر اعمل ده، في الجغرافيا اقدر اعمل ده. كلما اتيحت الفرصه في اللغه العربيه اعلم ما تحتوي خط، اجيب قطعه حاجه عن السكان والولاد يقروها، ويبقى دور المعلم هو المثير لهم علشان يقدر ينمي هذه المفاهيم عندهم منذ الصغر. يبقى ده اللي بيسموه المناخ غير المباشر. نقدر نعمل انشطه، يمكن انا جايب لكم فيلم كرتون كده دقيقه واحده لفكره بسيطه جدا تتعمل في اي مدرسه ممكن الولاد يتعلموا منها. يبقى التعليم نقدر ندخله بطريقه غير مباشره في المدارس في الجامعات. وسائل الاعلام طبعا برضه بالطريقه غير مباشره، مش عارفين نعمل برنامج اسمه السكان. تعالوا نشوف كده، لو سالنا الناس برامج الدقيقه مثلا تيجي امتى في التلفزيون؟ صفحه الدقيقه تيجي امتى في الجورنال الاعلام؟ يا ترى تيجي الاربعاء، كانت تيجي الحد وبعدين تيجي الاربعاء. الناس ما مش يعني يعني بيشوفوا الحاجه رايحه يقلبها،
لكن الفكرة ايه؟ ازاي بقى نضمن ده بطريقة غير مباشرة؟ نعمل حاجات قائمة بذاتها، قائمة ذاته ده ما بيشوفوش غير المتخصص انا وحضرتك، لكن الحاجات برنامج منوعات ندخل فيه السكان، برنامج مش عارف ايه ندخل فيه، التمثيليات ندخل فيها، الحاجات دي كلها كل ما كانت الرسالة بتتم بطريقة التسويق او التضمين غير المباشر افضل كثيرا من المناهج المباشره التي تؤكد على الحفظ والناس بتسال منها بشكل كبير. يبقى السرير التحقيق ده هيكون عن طريق المعلم، هيكون عن طريق الاعلامي، هيكون عن طريق الصحفي، هيكون عن طريق المربي. البعد عن السرد والتلقين والالقاء والحفظ والتمرين من جانب الافراد، ده كله بيتساهل. استخدام اساليب تعلم فاعله لحل المشكلات، البرين ستورمنج، وتمثيل الادوار، كل ده الاعتماد على الانشطه، كل ما بنشرك الاطفال في انشطه تشاركيه وعمل جماعي لتعليمهم بطريقه افضل، استخدام وسائل التعليم كالافلام والملصقات والمطويات والاعلان، المهم نغير الاعلان، ما يبقاش كل يوم هو نفس الاعلان بشكله. الناس لما قالوا كل ما نجي ظهرنا للترعه البنهارسيا بتاع فرمين عبد السلام، فلقوا الستات بتنزل في الترعه، طب يا جماعه بتقول ما سمعتوش عبد السلام بيقول ايه؟ اقول لك ليه والله نزلنا بس ستينا ظهرنا للترعه، يعني هم نزلوا بس ظهرهم في الترعه. فهنا الاعلام بيغنوه وبيعملوا السلوك الغلط، لابد تتغير الرساله الاعلاميه كمسير، لابد انها تتغير. كل يوم في مسير جديد، وعندنا طبعا مبدا كلكم حضراتكم عارفين في علم النفس يقول لك تكرار حدوث المسير يؤدي الى انطفاء الاستجابه، يعني كل يوم اشوف الحاجه هي هيها نسيت او يعني في دماغي، لكن اغير المسيرات واغير الافلام واغير الحاجات دي كلها يا جماعه مهمه جدا. الكوادر زي ما قلت المربيين مهمين جدا، كل القاده اللي بيشتغلوا في المجتمع سواء الاب او الام، التربية الوالدية، المدرسين، الإعلاميين، كل دول لابد يكون هم عندهم القناعة علشان يقنعوا غيرهم بطريقة أوضح. طبعاً حماس المربي لموضوع التربية السكانية وإيمانه بهذا الدور ودوره هو اللي يستطيع هو المحور الأول لنجاح أهداف التربية السكانية. أخيراً وجب الاهتمام بالتفرقة بين مصطلحين مهمين جدا، دراسة السكان والتربية السكانية. دراسة السكان معلومات، وده أحيانا كثيرا ما يحدث في كثير من المدارس. بندرس لهم السكان ولكن لا نربيهم سكان، وهذا هو الفرق بين دراسة السكان والتربية السكانية. أنا بشكر حضراتكم جدا، في بس فيلم نص دقيقة بس يعني هشغله كده، دي يعني أنا دورت على النت امبارح وأول امبارح على حاجة، دي حد عامل فيلم كده صغير، طبعًا المفروض إن إحنا يعني نستأذن صاحبته، لكن هو بس بيورينا قد إيه النشاط ممكن يبقى يعلم المفهوم من خلال نشاطه. طبعا مش عارف كده الدكتور سمعت هل ترى الناس وقفنا فوق عاطفه بغارات الارض وامرها،
حصل المريض اللي قد يقال عليها لما صار الأمر في الكرم الكرم وهو يبكي الآن ويريد التحدث معي حتى يتمكن من العودة مرة أخرى. لماذا القاط من عليك؟ أريد أن أعود كي أتعلم. لا بأس لك على القلب لأن هناك زيادة لا إلا للسكان. هناك أفعل حتى أعود مرة أخرى. هناك وظيفة نحبك حتى تعود مرة أخرى. ولكن جميع الناس يحبون هي زيادة الإنسان. أولاً تأثير سن الزواج. ثانياً إنشاء مراكز الوظيفة للأسرة. ثالثاً أن يكون عدد أفراد الأسرة صغير من 3 إلى 4 أفراد. رابعاً الإكمال بمعدلات المواني. وبدأ أحمد يستعيد وعيه واطمأن عليه الطبيب. وعندما أخاف أحمد قال: تلفت لفرض الحل أسف الزيادة الثانية، ولكن علي أولا أن الزيادة سوية حتى لا تضيع فرصة التعليم. ده نموذج يعني بسيط جدا للحاجات اللي ممكن نعملها للاطفال في المدارس والحاجات دي كلها بدون السرد ولا التركيز. انا بشكر حضراتكم جدا جدا وارجو ان انا ما اكونش اكتر من شكرا جزيلا استاذ الدكتور بشير حمشوب على هذه الموضوع الجديد اللي هو الحياه فعلا مهم جدا. وبشكره هذا الإطلالة الجميلة ونتمنى إن شاء الله أن تكون هذا المجموعة والدراسة وهذا التدريب موجود في مدارسنا وفي جامعاتنا. شكرا جزيلا لكم. ومعنا دلوقتي وقيمة. الاقتصاد المصيب الفرد الذي يقاوم واحتفظ مستوى المعيشة تبع ذلك
يرقص الدكتور فوق على المعايير مصر الاجزاء نقصان الارض التي تعوها الارواح غير خطوره بصناعه الطلاب الاحتفال قادم المياه ازدحام سكوك شارع مصر وطرقها تدني الخصائص السكانيه التي كده عارف الموارد عن تلبيه لتقوم مصر الاجزاء والتعليم والصحه والخدمات وغيرها ومن ثم زياده عدد الفقراء وتضخم البطاله والهويه والقطع الفئات وذلك يمكنه باطفال الشوارع وغيرها من مظاهر سلبي. تلك الترتيبات هي الصوره الحشماليه داخل رمضان. الصوره الثانيه في ليله رمضان وتعرف الاماده التي تلبس سيارات في القاهره. هنا طبعا جرف التربه في الشمال بالحته اللي هي قدام الجده تم جرف هذه التربه لصناعه الطوب. والتالي هنا داخل الوجه الزراعي. وكما تقول فيروس وكان في الاخير كان عندها 6 مليون فدان بيساعدون خلال 120 سنه. بعد كده هو اهل المنطقه العشوائيه. طبعا المفروض جدا ان خارج سيطره الدوله وتخطيطها ومؤسساتها يتم المباني بهذا الشكل القوي اللي يعود هنا اي تقدم او اي خدمات يمكن ان تؤدى لهذه الفئه من المواطنين. الى اطفال الشوارع واطفال العشوائيات وكلهما في ضياع. نيجي بقى لعدد المشكله اللي هو وده مهم جدا. أنا يمكن أقرر بكرر بعض حاجات تطبيق الفيروس. إحنا عندنا أول حاجة إحنا انطباع سكاننا داخل منطقة ثابتة اللي هي الوادي والجزيرة. وبها 100 مليون نسمة. قصائص تدريبية في الموارد التأثير؟ لا. الأبعاد كلها أول حاجة تتشابك. يعني مثلا كده صباحنا بصحة الوادي الجديد. أنا أعني مواقع زراعية أدبك إنتاج وغذاء قرب ولا ضيق من باب تاني تسجيل العماله والبطاله والحد من دخل البلد والانتاج وبالتالي هنتكلم انا عن المشكله السكريه من ناحيتين السكان والموارد. مين كان في السكر؟ الناس السكريه احنا ياتينا كل عام سنويا 2.2 مليون سنوي يعني 2 مليون عام يحتاجون طلبات وطبعا هذا النمو المفرط نتيجة الخطورة أو المسافة المعدة للجبل في المرأة في فمصر كان عدد الأطفال لكل امرأة في 6 عام من 15 إلى 49 5 أطفال في 18 في أول التمرينات. الخطأ في التسعينات إلى 19 وأربعة من عشرة تقريبا. ثم في الألفية الثالثة معدل خطورة مصر 3.5 متر. ثم 3 طفل في 2005 2008. وفي مصر اللي هو السكاني 14 ارتفع المعدل مرتين 3.5 متر. كل مرة. وأخيراً 17 أصبح 3 مساجين. دلوقتي هو عبارة عن 3.1% عن 2013. يعني كل امرأة في المتوسط في سن عام تنجب حوالي 3 أطفال. هذا المعدل كبير جداً خاصة على تزايد الجهل والفقر والمرض في هذه الشرائح المتدنية. طب نشوف الدور الثاني عامل إيه؟ عندنا نوع طبعاً ده الشرائح في الداخلية الثانية الهند. معدل خطأ في 20 سنة 35.5 من 4.8 طفل إلى 3.1 طفل خمسين. الصين طبعا دي 1.4 مليار نسمة انخفض من 3.12 إلى 1.16 طفل خمسين. تونس من 5.6 إلى 4.10 من 100 مليون طفل خمسين. إيران من 5.16 إلى 2.18 مليون. اليابان 1.2 مليون طفل. إحنا 3.11%. الدول دي حققت نمو سكاني هائل. معدل نمو سكاني هائل. الصين 7%. تونس 11%. إيران 13%. إندونيسيا 17%. لا 19%. إيران 10%. كل ألف. إحنا 27%. يعني كل الارقام كانوا معدلات هو 7 8 10 13 واحنا 27%. كل 1000 سكان بيولدوا او يزيدوا 27 طفل كل سنه. لو كان شفنا بقى الناس عملت ايه؟ عملت تشريعات وحاجات كتير جدا بحيث يعني مثلا منح جوائز ماليه او خدميه منح واعفاءات تعليم تعليم مجاني فرص عمل عقوبات سلبيه المكان المجاني
أحاول التعليم في الطفل وحتى الغابسة. طبعا إحنا عندنا من الحاجات الجميلة والروح في الأسلوب الإجابة أن فرنسا وده التفاعل بين المجتمع والحكومة. إن إحنا عندنا كانت السكان حسوا باللغة إنه يقين على السكان يعني دي زيادة بالعكس بالسالب فأقول من رأي رئيس الفرنسي فقال أيها الناس ارفعوا شوية مواضيع عشان خاطر إحنا هنقلق. شوف بقى التجاوب السريع للشعب بدأوا يزيدوا سكانهم فاعتبر الميزان وأصبحوا أنسب السكان أي أن هناك علاقة متوازنة بين السكان والنور. ولكن عدد كبير من الدول في فترة الدولة المتقدمة بدأت تعاني أو هي مطرحة بكل حاجة شيء ما هذا حاجة بدأ بالخطاب السكان بس الآن لو يعني بكله يعني معدل النمو السائد وده بيرحمني. أنا عايز أسأل سؤال لمن لا يفهم هذه القضية التي طرحتها؟ نحن أيها السادة 100 مليون نسمة المليون واحد المدربين فرنسا 66 بريطانيا 64 إيطاليا 60 أسبانيا 46 أين الـ100 مليون دولة من هؤلاء؟ ليست المشكلة مع الرؤوس خليهم يزيدوا ويعيدوا بكلام الأنصار كلام غير منطقي والله بتتكلم بحب وعاطفة في نفس الوقت. احنا بالمقام كده العالم في 75 سنة العالم كله كان 254 مليون بس سنة 50 بقى سنة 9.1 مليار يعني في حدود 70 سنة بتضاعف 3 مرات. احنا بقى مصر في نفس 75 سنة بتضاعفنا 23 مرة كم؟ احنا هون عم نتكلم سنة يعني معناها ان احنا عندنا الافراط والوقت اللي بنملكه 14 سنة والامر ده مثل خطورة. المشكلة إذا كانت مصر بتوجد حوالي 2 مليون مولود نفكر بس عقلية وهنا أخاطب جموع البشر في مصر مسؤول ومسؤول ورسول يعني الشعب كله من أول المسؤول الكبير إلى أدنى فئة الشعب. نحن نزيد معدل كل سنة دولة 2 مليون مثلا من الدول الخليج وبعدين كل 5 سنين بيزيد 10 مليون مثلا عدد كل الدول بشكل و10 سنين 20 مليون مثلا دولة تانية كبيرة. وبعدين احنا قلنا هل في مصر المواد الصناعية الزراعة والتجارة والصناعة والدخل القومي ده بيواكب هذه الزيادة؟ احنا كنا سنة 1910 تقريبا بتوعية فرادور فيروس كان في وجودها بسرعة ده دلوقتي 120 مليون يعني 12 مليون نتي ده 12 مليون 12 سنة عبر من 10 إلى 100 10 سنة 120 سنة. طيب الأرض الرعية كان من 6 إلى 9 تقريبا بتوعية فيروس أكثر يعني مرة ونص 50%. وبعدين هل احنا هنا الحل بقى احنا ايه؟ احنا بننتظر صوت منها؟ هل لا متوقع؟ اذا كان هذا هو الحال وسوف نزيد كما كنت راح اقول الى 250 مليون في 2050 كده يعني ارقام وهل ده بلا اشتراك طبعا الفرق السكاني ده كله من هذه الأفواه مش مهمة ده من غير أمان أفواه
الأمريكي دون رشيدة. رجل شخص مصدر يتبقى أخار 2000 جنيه عنده 8 أعداد و7 أعداد و6 أعداد وكل المسؤول الشارع موجود أكثر الشوارع العرفات موجودة الزحمة في الشوارع والحاجة من زمان في عهد الملكية عندما كان السكان 15 مليون سنة كان الناس في جواب القاهرة في أعظم دار عاصمة من عاصمة عاصمة تبايع الأمم وبلدي ما هو حال القاهرة الآن؟ أنا أذكر مرة في اليابان وكان في واحد اسمه سيتاكاوا بعد الملياردير وبيشرح كثيرة أدوية وبيعمل حاجة عبادة قلة تعالى بلدي فأنا صدقت أن أصل معاه وبعدين حبيت أكلمه لأنه تعتبر من الآن يملك القارة البروفرات التانية وراء مدارس بتاع يعني حاجة مختلفة فكان مجموعة اهتمام كبير له حبيت أكلمه بقول له أنا كنت كان في إيجيبت أتحب في مصر أنا في الصحة في الأرمان أتحب في هنا أنا ما كنت طبعا رحت في كنت في التجربة الثانية من اليابان الإنجليزي ده أنا نزل عربية هتطلع فوق الرصيف أنا بقى بلد المي وكان معايا أخو في البيزا قلت له يا شباب جمعة من فلفلاش حبيبي فلفلاش هذه الرفضة العالم في اليابان عامة مع المصريين وأصحاب الحضارة يكون الحل إلى الفلاس ما هو الحل؟ اكتفوا الحكومة بإرادة سياسية جادة وحسنة لمعالجة هذا النمو غير المضاد. لا تدعو الدولة الحكومة أو تهتم الحكومة منذ حكومة سعد زغلول لحد دلوقتي بإيدين قصة كبيرة. رغم التنبيه والتحذير من كل الزرافيين وأساتذة الطباعة بدل ما عمل عمر محمد سنة 36 وعمر المعاد انتهى من الصبح في قسم الشورى كان قضيه السكانيه لكل المنطقه حياتك ايها الاشهر السكانيه اسيكم حرمكم الله ولم حياتك للبلد نجد عندنا 10 مئات معاهد دبلوماسيه موجوده مئات من الرسائل عن الاشهر السكانيه في المحافظات والمدن القطر وكان سنه 30 سنه على كل شيء كل الحاجات دي كلها لن تجد صعبه وانما ان توضع على رفض الكلام اذا معنى كلامك إن إحنا عدد السكان كان 25 تردد على زيادة كثيرة طبعاً زيادة مهمة طيب إذا اتمنى كده أمامنا حل واحد طبعاً هذا الحل معروف بالإرادة السياسية ده أمر حقيقة قد تكون في بعض المؤامرات السياسية التي تمنع الناس إحنا نشوف ده تشعر عقاري مع تولوه الدنيا بملكك فده بتقول للناس ما تخليهوش كسر ونحن مازلنا حتى الآن المدفع الثورة والإتحاد والتغرب والحاجات دي في مجتمعنا طبعا أن نقبل هذا بعدنا أن فعلا جوة الحالة قد يكون مواتيا وهكذا تكون إلى المحيات السياسية مواتيا بمثل هذا الأمر رغم أنه ضروري ومهم إلى أن يكون اليوم فلابد أن يكون غدا ده بنت في النمو السكاني والزيادة السكانية. أنت تبي نسيب إيطاليا بين الأردن ودولة الآخر. واحد حد محمد في النخيل أو في أي محافظة عشان تزعل في النخيل أي محافظة عنده 5 شبابيك وعنده 5 أولاد كل واحد يونس كام؟ يونس فلان. الولد بعد شوية الابن ده هيخلف 5 أولاد. كل واحد ياخد 5 مليون ايه؟ بتفجر ايه؟ ترسم الرابط. بعد شويه قلنا كان في بعد بسيط يعني المنطقه الزمنيه على سكون بعد مش كتير قوي مش هيقدر يتم المقبره ليه؟ كيف يمكن ان نسمع بذلك؟ لو تم مقهى انا اقول ليس هذا مبالغه او غلوا او يعني اوفر الاكل ابدا وانما في الواقع الملك الذي نعيشه ومن لم يصدقني قد يذهب يلبس طرقات الشوارع اطوال الشوارع يقال بالملايين المنحرفين والشحاذين يقال بمش عارف الالاف سكان عشوائيات مش عارف ايه
إلى آخر إلى آخر إلى آخر. هذا هو الثالث السيرة السلطانية غير المنضبطة من ناحية من القصر في السلطانيات تعودين سيئة كان مفتد دولة مصرية أفتى بأن المعروف طبعا أفتى بأن أنا أعرف اسمه بس اكتشفت له بلدنا وقريب منها أن أفتى هذا البوليس ليه شرعا لفتوى أن توزيع النفس على المسؤول على لكن تعليم مثلا توزيعه قام أولا طبعا المجموعة الفكرية جدا التراث التقنية جدا الباحثين كانت متحدثة العلاقات والروتين الفردي مش عارف ايه البيت الجوي والسيارة والكاس حبيب بعد عملية الأطفال في البلد كنت طبعا البحثين طبعا كانت غير عملية وكانت كده مصح بس هو حدد منطقة معينة وهكذا وهكذا وهكذا. إذا المعنى كان مجموعة لا ينبغي أن نترك هذه الأطفال تأتي دون حسابهم. لابد أن نعرف كيف نعلمهم نربيهم يطلعوا. اثنين أفضل من عشرة في الشهر. نرجع الآن إلى البند التالي. العنصر التالي أو الجزء التالي الخروج إلى خمس حالات. أنا في الحياة في المكان خير من الحكومة. أنا مقاتل مواطن مسلم وأرجو أن يشعر كل فرد منا من هذا يعني الخمس سنوات الأخيرة كم نهائي من المشروعات ذات الموارد والمطالب تحصلها ونحن لا نهتم. قال جبل عبدان وهو الهوى أن يستعد التكاسل هو الصناعة الرائدة في مصر. يعني النشاط الرياضي للرجال هو التكاسل وهذا الأمر جد خطير. أنا بقول أيكوت أنا بقتبس أحد الناس المعلقة في مجال الجغرافيا والشقيقة. ماذا رحت؟ طبعا الهوى الدولة استطاعت أن تخرج في عدد من المشكلات عندنا زي ما قلنا أو خمسة بالمية ستة بالمية من أين كل الدنيا لحد الفيديو موجودين في هذا المنطقة لن تتغير حاليا يعني عشرة أسئلة في نفس الحاجز يعني موجودين استمر في مشكلة اللي كده الآن السكان كانوا معروفين ومنهج معروفة متطورات حتى الرسم الوقت الأصغر الأمور أكثر خطورة طبعا احنا عايزين ناخد بره السهل بين الوالد وده اللي هنسميه البعد الثاني من المشكلة السكانية. هنيجي لعندنا الدولة وهنا لا أتحدث عن الدولة في عمري كده يعني كنوع من الدعاية الإعلان أو لا الحمد لله أنا راجل تجلست السنين عامة وما أطمع في أي شيء إلا هذا البلد. أتحدث كمواطن مصري يحب هذا البلد ويتنعلته سيد الوزير كما ترى البلد. هذه هي عبارة عن خريطة مصر الخروج داخل السهل الفاضي، طبعا الخريطة المعينين فيها السهل الفاضي الأخضر ده، الوقت خرجنا لدى الجود اللي هو عبارة عن إيه؟ مناطق زراعية دروس والدم والعيال ومجموعات كثيرة. وأزوري لو أنا كنت بقول أرقام ألاقيها باينة. كنت زمان أجي الكتب والمراجع أكتب ألاقيها موجودة زي ما هي تمام. أنا الوقت اللي أكتب أبص ده خلصت. ده الحفاظ عنها من سنتين خلصت فأقول ما مش لغاش مشروع ده تبنى وبالتالي هذه من المعلومات قد تكون فيها بعض الأحيان لأننا نحن كباحثين لا نستطيع أن نسارع أو نواكب السرعة التي تتكلم فيها الدولة وتتكلم ولابد أن نتابع البلاد التصفية أكثر من البحوث وما متابعة. المبلغ الدولة عملت إيه؟ المشكلة السكانية تعمل الصحاري الأوساط الخاصة طبعا كلها عبارة عن إذا مدة أن تصنع الدولة لو فيها بقعة زراعية تعمل سحاب رفع تنين بدل كشف مثل الولد بسبب الطاقة تفكير السياحة للبشرية وسكرت على الدول المعنية التكنولوجيا وأشياء في السنوات الخمس الأخيرة مشروعات على كبير جدا وبعضها تم بالفعل. طبعا بعد الأول نأتي إلى تعظيم الموارد البديلة بالضبط. يعني إذا ما كده إحنا لما يكون عندنا مشكلة على البلد الأول
المختلفة قلنا المشروع التاني المرة التانية الدولة دي بتشوف مركبة جدا ونتمنى تستمر للرئاسة. احنا بنتكلم عن الموارد طبعا بتدي الخصائص السكرية الدكتور هنوز كلمت عن البقالة والمير ومش عارف ايه وايه وكل الحاجات اللي احنا بنشوفها خصائص سكرية لكن برضه في حاجة يا ليلي او حتى الاسرائيلي قتله الله والعالم بياخد منه الموبايل يكلفه حوالي 100 جنيه مدخل الموكل 15 الى 20 الف جنيه انت كده بعتك تكنولوجيا احنا ما عندناش الكلام ده الواحد يقعد يريح في البيت او حتى مصانع الموضوع الاهل هنا النوعية هناك الفرد والمهمة جدا يضع كده عادة من الهدوء من النسبة نصهم أرضه خارج الخدمة وبيعملوا فقر ومرض ومرض وعايزين 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 حتى الوظيفة الدولة لا يعني أنا لسا أسأل الفقر الياباني يضيف أجازة لو فصلت من تحت المصري هو شغال مستعجل بالمعدل شغال لا جرايد تليفونات زيارات بالكتبات واساسها عموميه كان كمان عبد الشنطه ومش موجود اشتغل في حته ثانيه ودي ساعه الاتصالات فيه ياخد الشنطه بتاعته ويجري هذا هو الفرق اللي بينه وبينه نعيب زماننا ويعيب فينا قولا لزمانينا عيب سوانا افيقوا ايها المصريين. يمكن نقول رؤيه مصر وقعتها للدوله في فتره 2014 بتحدد لنا مجموعه تطورات كثيره جدا. انا هقول الرؤوس الكبرى عليها لن اتجاوز واكون بشكل دايم على الاول والناس الغير مصر ورئيس الاسئله. احنا عندنا هنا بس طلع 2016 كانت تفيد معنا كثير جدا. مش حاضر عليها تبقى 50 مليار وشوف مصاريفها موجوده قد ايه وبعدين تكملها حوالي زي ما تكون نص تكملها من 15 سنه مشروع انشاء 47 بنشوف الكلام ده في حاجات في السوق كده تختار شكلها مختلف طبعا شكلها مختلف ده فعل الصور المرمص بتاع الصحي كان اكبر مجموعه سوق اخر في شرق الفلوس شرق مصر والاحتفال نفسه والمجموعة مازال موجودة هناك كبيرة وكلمت الكرم الشيخ شبكة البقاء مقطوعة وسكة الحضيض مشروعات 130 مدينة وهكذا. احنا يمكن هو دي بص على تانية كمان تعفيف الإعلانات ثلاث مبادرات من 100 مناسبة لأول مرة دولة في التاريخ تعمل إعلان لكل مكفي على كل السكان مصر في فرنسي وعملت ناس كتير جدا كانوا توجههم يودعوا الدنيا ربنا تحقق بإعداد مدارس هذه هي مصر التعليم طبعا 16 جامعة ومعها عاملين تحت الخديات في الجامعة في جلالة سيد الدكتور محمد الكريم الخزاني موجود معنا كمان ومرحب بيه وطبعا شوف الجلالة شكلها ايه والجامعة رائعة جدا والجامعة في موجودة الحالية كنيسة لمصر وهو أحد عاملها في هذه الجامعة. زي السكانية يعني احنا يمكن برضه رغم هذا الانتاج بتاعنا زاد يعني انتاجنا زاد في حاجه رقم هذا 360 مليون مليار الى 232 الى 30 وكل الكلام ده قدامكم قدام حضراتكم في فرق كبير جدا من الربويه 79 من 230 مثلا. طيب مشروعات اللي هو نص انا هحاول عليها سريعا بس عشان خاطر الاشتراك الرئاسي طبعا احنا يمكن في التلفزيون في اليوم والتاني بيطلع الحاجات دي كلها وكذا كم كانت تحسن الاخر وتختل من نفسها تنسل اين انت من كل الناس الدوله اللي مكتوبها تبنى للشعب كل الودود في الرئاسه وغير الرئاسه ومن الكابينت موظفين الدوله بياخدوا كتب يجيب لك اسمين الانتاج الدوله هي المدير الشعب هو وبالتالي لا يمكن ان نعتمد على رئيس الدولة أو على الدولة إنها تعمل كل حاجة ونحن كسالى بشكل
الأول طبعاً معروف إحنا عارفين زوجته وثقافته وكمان أمامية جديدة ومعروف مش عارف إيه على كلها أنا مجموعة المزامير القديمة أو الصحافة القديمة وده خريطة عامة هي هنا وهنا وده المنحدة اللي قلت لها مشهورين في البلد موزع بالفرق الفرق الجديدة والفرق طبعاً المرحلة الأولى ودي المرحلة الثانية مساحات حديثة جداً لا تصدقها إلا الإخفاء أو الإخفاء اللي تيجي تزور من هو أن مثلاً في كل موسم من البلد حاجة تفرح داخل الصحراء تجد أنا تدورت الصحراء والرياضة الشرقية لأن تخصصي عمل هذه الأخوت من 64 حتى آخر فترة بسيطة وقريبة لم نجد في الصحراء مثل هذا الإطلاق حتى في الواحد الموجود اللي هو تصبح زينا مشاهدين أو لمعان تشكل زمان لسه العصر بلد نشكل إحنا يمكن في هذه المرحلة في الخمس سنوات الأخيرة بيصنع بيش بيفتتح ده بيفتتح إنتاج يعني شو أنا أحطها على الأساس وأجيب ده إحنا بنجد هذا على أرض الواقع ده هو الوزارة موجودة ده الحاج إبراهيم هو واقف وده السلطان بيجر موجود هنا في ناحيتين أهو وبعدين المحاصيل موجودة والمستهلكات موجودة طبعا كله بيستخدم على الناحية الإضافية كمان لو تبنيه نص في المية من مية خفض والباقي 10% 10% على المياه العذبة طبعا في منطقة اللي هي ده نماذج برضه حتى ما كان في فصل الحكومة والكلام ده الصور الزراعية حوالي 400,000 صور زراعية موزعة بتجي حوالي يعني هنا المية بتجي أكثر من العشر والبلد بتاخدها من حوالي أربع أو خمس خمس أو أربع تقريبا المية وبعدين عندنا القواعد موجودة على الإسماعيلية والفيحين وقارب مالين صباح موجودة في العيدة بنشوف على فكرة دايما في القهوي في السوق وده هو الحاجات اللي احنا طبعا ويمكن ده خد الأساس شوية ده الصباح الزراعي نماذج لها وده طبعا بعض المنتجات وده هو برضه بعض الحاجات كلها منتجات حيوية يعني جميع القطاعات والإنتاج بتحاول الدولة تقوم بها طبعا انا لا اشك ان الشعب المصري ده راح طبعا بطريق لكن ليس الكل مهما يكون 100 مليون نفسهم كلهم ورا راسي مش خطر معين الاحد المصري العالم المصري يعني لا يعني ما شاء الله له بعض طويل في القياده والانجاز ولكن نحن نتحرك كدوله كشعب اجمالي وطبعا حوالي السلاح المحلي والتواجد وغيره مشروع ال 100 مليون راس مشروع التواجد وعندنا هو بعض الرغبات السمكية اللي غطت حوالي 2% من الأسماك والعيد اللي بقى تخليه يشوف حتى المنزلة كانت ازاي لو تمر على هذا الاستمرار وتخاف الحتة اللي فيها أو حتى تمر على الطريق اللي بقى وقت كده برودس وهكذا حتى صاحب المنطقة هنا وأصبح يعني من نوع الجماع السمكي قال هي شاري بورسعيد والقيون والأسماك الموجودة قناة السويس ده طبعا قصة يعني هنا هو معدل الإنجاز كان مخوض 3 سنوات على ظرف سنة وبأموال المصريين بنقطة جميلة جدا من أهل الناس رئيس الدولة استنفر في الإنجاز المصري لخلاله وكرمه وامتنانه فأطلق الناس صراحه وخلوه في خلال أسبوع أسبوعين كان مكبر 60 مليار جنيه وتم حفظ 3 سنة من فترة كنت طبعا كتاب عن القناة في السويس وتاريخها وفي الصخرة اللي كان فيها كنت بحس بالألم وعندنا تمثال للسويس في الجغرافية الجغرافية كيف مكسرة بس الوسط وخلية اللي عشان تدفع يعني إذا أعمل الكلام ده فيه موجود معدل في المليار في الوسط أنا القناة الحالية القناة الأولية عبارة عن القناة العادية خط بعد جديدة هي حوالي ولا طبعا بدل الوقت أصبح شمال اليمين 4 حلقة والمناخلات وأكبر سوق القهوة والقناة كان هناك مغامرة ما في الغرب إلى أعلن أعداد كبيرة حتى لا تطول القناة وتدفع الإصرار أرخص الوقت أنه لا أعلى إحنا هو أرخص أكبر قطر آخر مرتين بطولة هي تحت سيارة الضلع اللي هي حوالي
كل حاجه الاحمر دي والثالث الاحمر السفينه في حالها تمر قاعده السويس. اذا بعد كده وسعنا القناه وحطنا عليها حمل جدل عشان تظل الاكتشافات معينه. يمكن ان نذكر اللي هي تضامن مستقيم وبدا الاخوان المسلمين غيرها من المعترضين على هذا وبداوا يا ناس يا ناس يا هو احنا بنلبس الحدود تعليم حدود سنة 90 ايام الرئيس حسني مبارك عملنا تعيين ترسيم الحدود وفق الامم المتحده اللي هي الحاجه اللي طبقها سنة 2014 هي نفسها. واحنا عندنا دوله رسمنا الحدود في البحر الاحمر المتوسط ما كناش عملنا الرئاسي. وبعدين انا كنت في اللجنه الموجوده على فكره لا يوجد اطلاقا ورقه واحده من اي واحد مسؤول عن التاني. بل ان العفو الصحيح رئيس الوزراء رئيس التعبيدين وعفو السوري بعد الجواب من المتاج الصغير هذه بطريقكم واحنا لا نلتقي بتاعتنا وزاره الخارجيه بس الظروف موجوده جاهزه. قال لك لا انا عبد الناصر 67 ده القضيه بتاعنا مصر. في 27 مايو 1967 السفير المصري الزغبي فاكر اسمه؟ الساعة 6 مساء في لندن بيقول في نفس الكلام أن هذه الجزر السعودية ونحن نحتفظ بها الاتفاق مع السعودية خلافا من إسرائيل تحتها. أنا سمعت بشكل علمي وقلت للدول الخارجية عندك في 27 مايو قبل الأولاد الثلاثي 67 كده. إذا عملنا الكلام ده إحنا طبعا عملنا الكلام ده والحمد لله أن السفينة تسير والكلام دعوي ولكن ده عليها أن ينبغي لها أن تكشفت بطولة شبه لولا ترسيم تعيين الحدود. التسليم هو عبد الحميد يعني الحكاية دي معلش. التسليم هو عبد الرسم خايف واتفاقيات وتعديل مواقع. تعيين السر بقى بتاع السلم. تعيين عبارة تعالى السلم بقى. حط الهواء ده وتحط قواتك وتعالى ودلوقتي زي ما انت عارف كده. اما تشيل كان ده كان من زمان. طبعا الموضوع خارج من السياق شويه ولكن مش عارف اللي جاي يقول ايه. على كل حسب عندك هي موجوده الكلام ده الاقليم بس طويل. يا ريت ما تكون كنت لك الوسط كان هو طبعا في ظهر حقيقه وده حفار البترول مشروع الطرق 150,000 متر كيلو متر هي خدمات كلمات فوق الصورة يعني احنا كنا من زمان نشوف الطرق مزدرعة أرقام بالآلاف 7,000 8,000 10,000 الوقت بالمئات كيلو طبعا ده كله عبارة عن مصانع الأسلحة التحتية والبنون والأساس والبخار ومش عارف إيه خدمة الجلالة والمصنع كل حاجة من كل الطرق موجودة شبكة طبعا كبيرة جدا وطبعا ده موجود مشروع قوي للسيرة. نهار على فكره سينا المنطقه اللي هي الخريطه على الشمال دي المنطقه اللي هي منطقه اللون الغالي ده هي ديل اسمه سنو كريم ده جزء من ديل القناه فقط سين وده يعتبر مكمل ديل الارض يعني الارض موجوده رقميه كسرت السرعه وفيها 400,000 فدان تقريبا مساحتها وده يعتبر افضل المناطق اللي ممكن اتجه اليها. الصرف في البحر مش مشكله ارض زراعيه موجوده قضية زي دلتا بالضبط وده اللي احنا عاملين فيها طبعا واضح جدا ان هو التوسع فيه من ناحيه الزراعه. طبعا بالاضافه لهذا الوحدات السكنيه والصعوبيه الوحدات 250 وحده سكنيه والسكن البدوي في رفح غير استطلاع 13,860 فدان والعقد كل الحاجات دي كلها موجوده في سماء المشروعات الزراعيه بقضيه الامل والحيضات اللي قلنا عن كل الكلام كله انا مش عايز اطول فيها شبكه طرق سيناء. لما رحت سيناء سنه 82 بعد خروجي من الاسرائيليين كان الطريق من الحمدي لحد شرم الشيخ خلاص خطير جدا يعني اذا كنت شاحن واحد فايق كان نفسك تقطع. بينما الطريق من شرم الشيخ الى طعام عمل اليهود كان من 4 مليون كنت بشعر ان الراجل ده عامل كده خد بالك من نفسك في بلاد في مش عارف ايه في ايه ومعروف كويس.
أين نحن به عند دلوقتي من القنطرة لحد شرم الشيخ لحد طابة طرق رائعة جدا سفرة التلفزيون وإزاي بيسافروا السوق فوق فوق ثم بعد الساحل الشمالي ثم بعد الأمريكي والإحصار توصل للسويس اللي كلها طرق موجودة وده في الإدارة طبعا الطريق عبارة عن يمكن أفضل حاجة لدعم الاتصال أو السكن يعني هو التعبير العمومي. اللغة الجديدة اللي اترفضت طبعا منهم عشان خاطر ده نيجي بعد كده هو اللي هي العمرة مثلا من المسلمة عبارة عن دورة الحياة. أنا شفت إزاي أهداف وحدات السكنية بتتحل من الحل عشان شوية أسمرات ومش عارف أشياء الخير والحاجات دي كلها. يعني عدد هائل كل يوم مبتدئ لفترة حياة وصوت وصورة بالتلفزيون بتشوف الكلام ده كله ده عبارة عن كان يعني رفع مستوى الفرد المصري خصوصا الكريم عندك الوقت على مصر عشان المنطقة السكنية حتى تجيب استفاد بس من صوت المواطن عندك بعد كده وحدة المنطقة كل الكلام ده طبعا تراجع المعلومة موجود عندنا بعد الصوت موجودة بنشوفها كده عندنا 18 مدينة التنفيذ احنا فاكرين دي احنا عملنا 18 دلوقتي عايزين 30 مدينه جديده من 18 منها وطبعا ده اتكلمنا عنه قبل كده من ضمن المواصف الجديده بقى المدن الجديده دي اللي هي العاصمه الاداريه طبعا دي عاصمه مصر احنا كنت في فتره من فترات تذكروا كانوا بعض الاخبار ان مصر القاهره سوف تتحول بعد 50 لدرجه لم تستطيع التحرك. أكيد كلام وكان الخبراء يقولوا ده احنا الوقت اللي فتحنا للتجارة بعد 5 سنين لم تستطع الحرف في الكرة للسيارات. الحمد لله الوقت احنا برضه بدأنا نجي توحيد الوزارات والحاجات دي كلها ونخلي الحياة تعود المدينة التاريخية بشكل أجمد. العاصمة الإدارية طبعا عاصمة ذكية ومحتاجين. ويقول لك احنا محتاجين عاصمة. طب ما نحن الخبراء نحن عاملين نحن عاملين فرق وبعدين يقول لك طيب ما في اولويات كان في اولويات المشروع الاخير لهذه القريه القطر الروميه في مصر بطفره رهيبه يكفي الدوله لو صنعتها تبقى ادى الى القريه المصريه التي تتم تقويم القريه المصريه الى شكل حضاري صار مياه الفلان الكهرباء الطرق مش عارف ايه المباني تتم ترميمها وتدويمها وبالتالي ترجع تحويلها بكلها طبعا امور تحتاج منا يعني طبعا احنا يمكن نتكلم عن مدن مش هنتكلم عنها كتير وطبعا في حاجات كتير جدا محتاج يعني ده تاكلها اعظم عاصمه في العالم. الكالفريه والمسجد والفيلم الاحمر طبعا احنا كلها احنا مش نتكلم عنها كتير طبعا في بعض المباني والصور لعلم كتير ايه العاصمه دي؟ عاصمه عاصمه جميله جدا في الشمال تنزل السياح وتطور مقاس الحكومه الفتره دي وبعدين في نفس الوقت كان كل تقريبا ما تحلمها يعني مركز ثقافي مسكن سياحي او معارض مكتب اثريه مكتب مفتوح منتدى اداري خدمات مدينه مجمع مركز خدمات ايه ده كله وطبعا كله بيتم بيجي يعني روح تصدها بس في الكتاب ده الناس بتعمل مكتب جديده وحاجات مهمه العلم الجديدة وهذه بعض المباني اللي فيها قصر سكري ده المبنى يتخيلنا الخروج مع خالد اللي هو سهل قيلي لو شفنا في الزراعة والإسكان والحاجات دي بيتكلموا عن القصر السكري كيف الفرد نفسه إيه؟ طبعا أنت عندك 100 مليون نسمة محتاج إنك أنت تعلمهم في الآخر من عندك أنت عليه فيه طبعا مصمم الفصول المسائية مش كده وخدمات وصل أصبح المستوى التعليمي للتحضر جدًا، يعني إحنا لم نعطي اهتمام لهذه الجوانب على مدار 65 سنة. طيب، الوقت تبان الضغط تقطع، يعني يمكن الوقت التكنولوجي المطالب عندنا طلاب مصر، الوقت بدأ التعليم ياخد مدار، وبدأ التعليم وجد مصر تشجع إلى غيره عمل اهتمام فني، التعليم الفني هو جزء مهم جدًا. اللي هو الاساس بتاع معركه الدكتور اللي هو الفني اللي هو الحلقه الوسطى للمهندس كنا عامل المصري مجال الصحه طبعا حدثت واقطع لا تستطيع ان تقول اي كلمه اسال المكان
وده كله جهود الدولة لتحسين الخصائص الصحية. هنا أولاً الصحة عمرها كانت صحيحة طبعاً بقولها كانت صحيحة اللي كانت موجودة لو كان هيك موجود لقوه هو أصبح كيف عم نزل البيت يعني حتى اللي كان تخلق عند الآن الصحة بتاعها كنت بيت فكيف عليها فكراوي يعني حاولت إني أوصل إلى شيء عشان تتفشي وتاخد دواء كله كلكم الوقت ده احنا بنفيد مش صحيحة طبعا الامر جد يعني كثير من الاسئله ما يكون امي المويه طبعا الدكتور فاروق تكلم عنها كل ما تعرف انا هنا بتكلم عن طين الحرب احنا في المحكمه الامويه ينبغي ان احنا نكلف كل خريج الجامعات بدل ما يروح يروح الجيش يروح الجيش اللي هو بشكل سواء بنت أولا يتولى تعليم محكوم من عشر أفضل مقابل الإمداد الوصفي وعلى فكرة معرضة كان بأن الدكتور فريد بن الدكتور رافض رمضان وكان رئيس هيئة القطاعات الأمية هيئة القطاعات الأمية ونال يا ريت وعندها سعود طالب موجود قالوا احنا مستعدين بعد ما نتخرج نعمل الكلام وبالتالي في امكانيه بس في الدرجه الشخصيه مكلف انك انت زي ما احنا علمناك ببلاش انك تدي لبلدك تمحو اميه عشر او عدد معين وتاخذ مقابل مادي معين مع بعض. طبعا الدول كلها كان الثقافه في الصين صوت ثقافيه مع ما لا كله احنا لسه في بلد العبارات ولا الكتابه ولا التاريخ عندنا أمية إن أنت تتكلم عن التكنولوجيا مع تكنولوجيا دلوقتي والكمبيوتر والحاجات دي كلها ما زلنا أمية قد إيه؟ لا ده العكس وبالتالي لابد أنا أوافق على الثقة إن الحكومة الحالية من خلال التجارب اللي معنا سوف تقضي على كل ذلك إن شاء الله مع مرور الوقت. طبعاً تخليص الوجبات الأهلية للحل أنا أتكلم عنه القضية الأخرى السريعة اللي حاجة بقى أخصائي طبعا الأخرى السريعة اللي حاجة يعني ما لهاش حاجة طبعا بين الأول بين الخريطة بين العلمين مرورا من 6 أكتوبر لحد البر الغربي من الجانب الغربي المدني ده الخط الخط الثاني من السخنة مرورا من الدارية الجديدة القاهرة 6 أكتوبر لحد ما نوصل العلمين وده بقى قطار سريع بشكل بيسمعه يعني انت بتقعد في مسافه اسوان بتقعد بتنام بتقعد انت تجلس يوم يعني من هنا الطول لاربع ساعات بس توصل اسوان من القاهره طبعا فرق كبير بعد الاول مثلا كون تقطر الريخ هذا الموضوع بدا بالفعل عدد من القرى وبدا الكلام ده فيه وطبعا ده طبعا كبيره جدا لو تمت يا ريت تبدا هتبقى تغيير وضع مصر فعلا أنا كان الاهتمام بالريف صعب مستحيل ليها عزم كهرباء طرق بيوت معقولة مثقفة مناسبة للسكن وده بدأوا بهذا ويكفي مصر فخرا لو غيرت وجه ريف مصر قدم السيد طبعا من الاهتمام عشان الفرق جرد فيها أصوات الناس العزيز طبعا من اللاعب الإمارة المالية إحنا اتكلمنا عنها ودايما بيكون موجود حول شبكة كلام كتير تدفع كل مليار جنيه سنويا لخدمة سكن 50 أسرة و 27 مليون مواطن وكمان معاشات إدارة القروض موجودة وأربعون ما فيش خطوش يوم المسلمين كل حاجات كلها بثقة والتأمين بيغطي 60% من سكان القرى والمالية الدولية أو يعني المفروض موجود ده متوسط ده أو في مصر دخلت وقت كتير ادخل اصلا احنا عندنا اربع اشتراكات واحد الموارد تفوق معدل الزياده تتحسس مصدر ناجح انا عندي 10 مليون او 20 مليون الاكل اللي عندي والغذاء اللي عندي وانا عندي في اربع 15 20 مليون اكثر منهم عايزين فتبقى تحسس مصدر ناجح ووفره ورخاء وفخر طب لو كل الموارد بتتوازن معها تتساوى معها ازاي السكري محلك سكري
يعني مهدد كده وسخنة كده قد بعض بل يكفر بعض يجب محل حسن أكبر حال درسي بتحافظ فقط على مستوى طيب لأن دي مش 10% وده مش 10% المتوازنين لو المعدل معدل أقل من سوء السكري تظهر تخلف التضخم المواد لا تكفي السكري ولو كنا مثلا الفرق أكثر وأكثر تبقى كشف أكثر وبالتالي هنا ميزان مختلف سكان كتير غير معدلات كبيرة نموه بسيط صاري وبالتالي مفيش في إطلاق هذه الناس ونتحدد بقى المستقبل إن الناس في صومتهم التوازن ده إحنا نسمي حاجة في السكان اسمها أنسب السكان أوبن بوبوليشن وهو عبارة عن أن السكان الموارد تكفي السكان تطلع مش مرة وفي حاجة ما أنظر بوبوليشن الموارد أكثر من السكان هي السعودية بس الدول الخليج أنظر بوبوليشن أنا أوفر بوبوليشن اللي الموارد أقل من كده السكان زي ما عندنا اليوم الحالي دول ثلاث مراحل ثلاث حاجات احنا بنتكلم عنها في مشكلة السكان. التوصية أولا نستمر في مضاعفة الجهود لتحسين خصائص السكانية نوعية المواطن الكفيلة كم البشرية التعليم الثقافة الانتماء الصحة النضالة القومية التكنولوجيا والجمال هي مهمة جدا على خاص والتوازن الدينية كمان ده أو كده نحاول أن نعدل ونطور من طبيعة أو إيه سنة مصر الثاني أن نتربي حكومة الإصحاب يعني ستوب نعمل أي مشاكل داخل الوليد من كل عباداتنا الصحاب وده طبعا احنا بدأنا فيه في الفترة الأخيرة واستدهانا لهذه الجهود الكبار والإنذار المذهلة الالتحاق مختلفة طبعا من الحياة طول مصر وقطع صوت الكلام غير مسموح في كل مكان يبقى الوصيه الاخيره هي الاهم ان الزياده السكانيه المفرطه سوف تغري جميع جهود التنميه وتؤدي حصاد المشروعات القوميه الكبرى مهما عظمت ويعقوب الفعل ولكنها برضه معادله ان تكثر نتيجه الزياده السكانيه والمطلوب التاثير الكبير في طريقه ما هو السكان يغير المنطقة ربما الإنسان تشبعات المناسبة لو اتخذ رؤية ملانة اليوم وغيره والخلاصة هي السيادة السكانية الأعلى المهلة تفوق تركز الموارد في أصل المشكلة واحد مفتاح الحل كانت وسط الروض ويرسل إلي الدولة فرد أولا وأخيرا الفرد المكان ثم الدولة وأخذ مداخلته للأدعاء اللهم وفق أمورنا في خير الله الإيمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم على حسن استماعكم ونبدأ دلوقتي نتحدث عن الأسئلة. ويمكن مركز حضرتك العدود الكريم إن الحوارات فيها أكمل وأهم من المقرب وان واي تو واي أفضل من كده. فأنا ما يحب نسمع أنا وزملائي الأعزاء أي أسئلة أو يعني تفضل دكتور مراد تفضل يعني هذا المتحدث طبعا في مراد عليه يذكر اسم الحكمة في الكلية يعني تفضل شاكر على حضراتكم دكتور مراد حكيم جلاوي في المركز القومي التربوية و سنوات رئيس قسم التكنولوجيا الصناعية وفي الحقيقة أشكركم على اللقاء الجميل دوت والدكتور مراد تقول الدكتور الشيخ الدكتور سعيد على لقاء جميل دوت في الحقيقه انا استمتعت بيه جدا وفي الحقيقه طبعا بنشتغل مع بعضينا باستمرار في مجالات التنميه البيئيه والسكانيه ولكن هناك في حته احنا بننسى كمان اضيف لحضرتك كلام حضراتكم ان احنا عندنا هنا مهجرين كميه كبيره جدا من البشر شرايين وجزائر والمواطنين دول بيأثروا اكيد على الناحيه الاقتصاديه عندنا فدي أقول إنها بتكون تضاف للمشكلات اللي هي علينا أكثر في بلدنا. إحنا ينقصنا علينا في الحقيقة التواصل العلمي والتربوي والاجتماعي مع بعض. يعني كل جهة بتشتغل على التعليم في وزارة التربية والتعليم
قسم اسمه قسم التربية البيئية والسكانية. القسم ده استعملت يعني تعاملت معاهم في عصر سابق زمان، كنا بنطلع يعني كنا بنطلع في أماكن نقعد نعمل لوحات إعلانية عن التربية البيئية والسكانية. وبتتعمل في المدارس ودي نوع من أنواع الوسائل التعليمية في الصعيد. دلوقتي في وسائل تعليمية كتير قوي. ليه ما بنستخدمش الوسائل دي؟ ليه دلوقتي اليوتيوب في حاجات أنا أظن صرت الدور على المسيح قطعة موجودة من اليوتيوب أقوى من أي حتة من اللي جاي بيسمعها موجودة ومتاحة. إحنا لما بنوصل دلوقتي عملية التواصل دي ونعلم إزاي مدرسنا بدل ما أخش وقال له تدري مش عارف إيه خلاص كل ما تخافش من حضرتك كورس ويخش امتحان بتعمل ايه؟ لكن يطلع الاتيتيود بتاعه مفيش. طب الاتيتيود ده ايه سبب؟ ايه مشكلته؟ المشكله ان احنا عندنا هنا الاعلام بيصنع منها خفه. اللي ممكن كده. يعني احنا بنقول في مدرسه بين النظافه و و و و و و ويجي البتاع في الميديا يعرض لي صور وافلام وفيديو كلها قتل وموت وزباله واماكن قذره. منين بنتكلم عن الجمعيات ومنين نحفل الناحيه الثانيه الاعلام بيعرض حاجات المفروض احنا يعني يبقى جهتين زي ما دكتور برضه حضرتك قلتوا ان التعليم والاعلام المفروض يعملوا تبقى كوبايه واحده في عرض الثقافه الدينيه والسكانيه والجغرافيه. احنا الحقيقه يعني بنستخدم التكنولوجيا دلوقتي في التحدث والمشكلات بس الا في حد ما في وسطها كده بيطلع الفيديو كويس الناس تتعلم منه، لكن مع الاسف لو حضرتك لاحظته في الفيسبوك لو حته علميه ما حدش هيهتم بيها. محدش بيقرب لها ولا يعمل لها لايك ولا حاجه، لا بيلايك ليه؟ ليش حاجه رخيصه ظبطيت حاجه كده فيها اي هزار او اغنيه تافهه وبالتالي ده بينزل بيعمل هبوط للسوق العام للمجتمع. وانا مش عايز افصل السوق العام عن السلوكيات اللي حضرتك اتكلمت عنها. يا ريت يا ريت نقدر نعلم ولادنا وخصوصا ان في كتب على فكره بتبقى في الثقافه والبيئيه والسكانيه والجغرافيه وزاره التربيه والتعليم فيها مجهود كبير قوي في بعض الحاجات ولكن المشكله ان المجتمع نفسه ما بيستفيدش من هذا. انا نفسي يبقى في حاجه او وسط ما بين هذه المؤسسات عشان نقدر نوصل ولادنا الى الهدف المطلوب. نغير اتجاهات ولادنا. انا بقول لابني في البيت ما ترميش الزباله في الشارع وانا اكون ماشي راكب في العربيه بقى الكشره وارميها من الشباك. فانا دي يعني من الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها ان ده فيوصل صوت فيه. احنا يمكن الافلام واحد سعودي بيقول يعني لولادي انتوا عندكم ناس شقه في السطوح. المغرب قال له ليه؟ قال لما شفت الفيلم كله من السنه القبر. يعني الانطباع اللي خده هذا العربي وعلى فكره اللغه العربيه كلها تقريبا هذا الانطباع اللي بتقبل العمل هناك ان الاحرار والهلال ومش عارف ايه وليه من خلال الفن الهابط طبعا. بينما تعالى في الخير لما عملوا افلامهم كان ايه اللي هي بيعرف ال الجوان بتاعكم كان الحبيب ده بتاع المسجد بتاعها فتح الثاني الاعلامي يعني احنا في المجتمع ككل محتاج انك تطور ثقافه المجتمع. يعني ما تمشي في الشارع تلاقي واحد اهو دلوقتي في الزمن هو اللي كذا مره اشاف الزمن قول له يا ابني عم انت ليه عملت كده؟ يقول لك فضلك ايه؟ فضلك ايه؟ يا ابني وبالتالي احنا يعني بس كده هو في شبكه مرور الواحد يبص على شبك يعني هو اللي مغلف وتتشبه انت من كلام كده دي ثقافه الشعب. وعشان كده احنا محتاجين السكان ايضا مش بس خلينا نقول ثقافه الشعب يعني الكراسي الموجوده على بني التاريخ ان الاول من بني التاريخ اول تجمع عليها حماتها وامها خلفت 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 والمفروض العيال ويولدك بالمال مظبوطين بالعيال، كل الحاجات دي كلها امور ينبغي ان نتخلص منها، ثقافه متخلفه وده كما تفضلت. انا بس مش هطول، اتفضل يا دكتور. شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور سعيد الحسيني، استاذ الدكتور عبد المسيح سمعان، استاذ الدكتور فيروز على العرض الرائع الذي تم. دكتور عبد المسيح. I don't have
عارف حربي عميد كلية التربية للدكتورة المبكرة جامعة القاهرة. في الحقيقة هذا العرض رائع، أظهر ووضح حجم هذه المشكلة وقدم الحلول، فهذا شيء رائع. لكن أريد أن أضيف بعض الأشياء البسيطة، وهي لابد أن يهتم بالتربية السكانية من طفل الروضة، من طفل هو لسه صغير، بنربيه بفهم هذه العملية، عملية السيادة السكانية التي تقتل التنمية، أنا أقول تقتل التنمية. عشان كده لابد إن إحنا نبتدي من الطفل وهو في مرحلة رياض الأطفال إلى أن يصل الطفل إلى مرحلة الجامعية، ويكون أقرب يكون نصحة جديدة، يكون على وعي وعلى دراية كيف يساهم في هذا المجتمع. لابد إن إحنا ناخد منحة الدول اللي سبقتنا زي الصين. لابد أن تكون تشريعات، التشريعات الملزمة للجميع، كل الناس تبقى ملتزمة بها. الشعب المصري شعب ملتزم، شعب عظيم، شعب عريق، له تاريخ. فعشان كده نحن يمكن أن نكون نأخذ بمنحة الصين إنها تبتدي تعمل ضبط لعملية المشكلة السكانية. أنا بشير النقطة، عندما يزداد السكان بتحدث ما نسميه ثقافة الازدحام. ثقافة الازدحام دي بتقتل، هي اللي بتخرج منها الارهاب، هي اللي بتخرج منها القتل، كل العنف، كل الطاقات الغضبية اللي بتظهر من ثقافة الازدحام. لو احنا شفنا افضل المدن في العالم، حدث حاجة بسيطة خالص، ان الاشارة من الاشارات وقفت، حصل ثقافة الازدحام. رغم انها متقدمه، لان ثقافه الازدحام بتولد الطاقات الغضبيه، ودي شيء خطير. ايضا الهدوء هو الوقت الى التفكير، عشان كده لابد ان احنا عشان ننمي هذا الابداع اللي مفهوم اساسا عن الطفل المصري. انا بقول الطفل المصري من افضل الاطفال على مستوى العالم، يعني الطفل الالماني والطفل المصري من افضل القدرات في احد البحوث والدراسات التي اجريت بتؤكد على هذه الجزئيه. إذا أبناء الفراعنة لابد إن هما نعمل وعي قوي جدا في جزئية الاهتمام بالثقافة أو التربية السكانية التي لها عمق في تكوين وتنمية الوعي الإنساني والإنسان المصري، التي تؤدي إلى التوازن ما بين التنمية والبعد السكاني. شكرا. شكرا جزيلا دكتور. الكلام كله كلام جميل يمشي في الاتجاه اللي احنا بنتكلم فيه، وانا سعيد بمداخلاتكم. استاذ الدكتور محمد اتفضل. محمد الخزان صاحب الجلاله الاسلاميه. السلام عليكم. محمد الخزان عن فكره الاولي الجامعي جامعه الجلاله. الحقيقه طبعا يعني سبقني استاذ الدكتور مراد مصطفى جزء كبير جدا كنت هقوله. لو حبينا يعني نشكل محاور الحلول في ثلاث محاور اساسيه: محور الدوله، ومحور التعليم، ومحور الاعلام. ثلاث محاور كبار لممكن حلول المشكله. الدوله بدات تفهم محور واحد بس من دورها، وهو التنميه القافزه بسرعه جدا، عاوزين نعمل كل حاجه. ولكن التنمية هي مش كل حاجة، محتاجة حاجة تانية، قرارات. زي ما الدكتور أشار دلوقتي، لازم يكون في قرارات. القرارات دي تكون قرارات إيه؟ صارمة. يعني مش هتكون تحليل الناس، ولكن تنظيم الناس. طب مين اللي هيقوم بالدور ده؟ الدكتور المسيح أشار إلى التنمية السكانية. طيب التنمية السكانية للأطفال في الأجيال القادمة. طب اللي هم موجودين يجيبوا دلوقتي، الحل فين؟ الحل فين؟ في طب الأسرة. طب الأسرة لا يجب أن يتوقف عند أن يشكو أعطاء الدواء أبدا، ولكن توعيه التوعية السكانية من ناحية الإنجاب. يبقى في تنظيم، يعني طب الأسرة يعاد من في دراسة قومية الحياة بنقوم بها في محافظة السويس عن موضوع الرعاية الصحية الكاملة. ليس التأمين الشامل، ده كلام تأمين شامل حكمة فقط واحدة بس، ولكن في حاجة اسمها الرعاية الصحية الكاملة بما فيها التوعية الفكرية.
هي الانجاب وصحه الانجاب وتوزيع الناس. دي حاجه مهمه جدا، يعني تكون في قرارات صارمه، والقرارات دي لها علاقه بالتموين واعطاء كل شيء مجاني والحاجات الثقافه للورثه اللي قايمه على الورثه. يعني النظام الاشتراكي علم الشعب انه ياخد كل حاجه ببلاش. ودي توارثت عندنا لحد دلوقتي انه تصير كل حاجه ببلاش، فبما ان في قرار في السوق نتجمر، فدي مشكله حقيقيه. فدور الدوله محتاج ياخد الجانب اللي هو القرارات الصارمه، التنظيم، اعاده هيكله التربه اللي هي التربه الاسره. التعليم محتاج ياخد الجوانب المختلفه، مش بس مدارس الرياضيات زي ما الدكتور سمعان اشار ولا اي مدارس اخر، لا ده في عنصر اساسي كان في المدارس اللي هو الموجه الاجتماعي للنفس. ده لازم يعمل حالات الى المناطق الموجوعه والمناطق اللي فيها عشوائيات عشان يعرف التلامذه ازاي المشكله السكانيه دي كانت حل مشكله، فتتبنى جوه الطفل الوعي بحل المشكله. الجامعات نفس الحكايه، تحط برامج داخل الجامعات لهذا الهدف، الانشطه الطلابيه بدل ما يستهلك وقت الطلاب في التمارين الرياضيه والانشطه الرياضيه المختلفه، ولكن ايضا في الثقافه المجتمعيه. الاعلام محتاج اعاده ربنا كامله. انا شايف ان في ما عملش حاجه قالوا عليه بما يكفي في مجلس النواب، ولكن شايفه ما قامش الدور هو المفروض الاعلام يتشكل. كل البرامج اللي فيها انحطاط وتدهور في الثقافه المجتمعيه والعادات والتقاليد اتلغت. ايه المشكله اللي هو واحد زي الممثل اللي عامل نفسه بطل ده وبيشوه صوره الشباب يتوقف يتحط في اي مكان ثاني؟ المهم نسيب البرامج اللي هي بتشوه صوره المجتمع ونركز على التنميه المجتمعيه. صح المجتمع المدني باعتباري، يعني عندي احدى المؤسسات المجتمعيه المدنيه سلبوا مننا مهمه جدا وهي المحو الامنيه. كنا بنقدم محو امنيه مجاني. منعوا المحو الامنيه من المجتمعات المؤسسه المجتمع المدني. في مصر 87,000 جمعيه ومؤسسه في مجال المجتمع المدني. دي لو اخذت نشاطاتها في تنميه المجتمع صح وتنوير المجتمع من ناحيه المشكله السكانيه، نعتقد ده هيكون لها قرار مصرية صميمة ومشاكل تحتاج فعلا لحلول. شكر كل الشكر للأخت العزيزة الدكتورة فيروز، حقيقة أبدعتي في اللقاء وأبدعتي في الإعداد والتنفيذ. بشكرك على اهتمامك باللقاء، الإبداع والتميز حضور أستاذنا الدكتور عبد المسيح سمعان، وده جديد على حضرتك، وبنشكر حضرتك على اختيارك لكل جزئية في العرض الحقيقة والاهتمام. ولكن دي موجهه لينا كلنا مش لحضرتك بس ولا للمحاضرين. الى متى يظل هذا العمل الدسم الرائع المبدع الذي يتفنى الجميع في اعداده وتنفيذه داخل هذه القاعه؟ لنبدا بالدسم. شكرا جزيلا لسؤال خطير ومهم بيك. المجهود المبذول في اللقاءات دي، انا لاول مره بحضر في مجال مع حضرتك هذا العام، انا ما كنتش قبل كده مع حضرتك، فالمجهود المبذول ده انا احب انه يخرج بره اكبر نطاق فئات المجتمع بآليات مختلفه نفكر فيها كلنا، غير ان هذا اللقاء معلن اونلاين ده مش كفايه. بقول ده رايي ان ده مش كفايه، نطلع بره الصندوق وبره الدايره ونفيد اكبر عدد. يعني انا دلوقتي دكتور خزاني ربنا يديه الصحه تطرق لمجال الجامعه.
خلاص واللي بيحصل في الجامعة. أنا بعمل ليه إلقاء الضوء على الجامعات؟ لأن شباب الجامعات هم المقبلين على الجواز، وبالتالي المفروض أكبر عدد من شباب الجامعات عندهم وعي كامل بأبعاد الجميلة اللي احنا سمعناها النهارده بالمشكلة السكانية والحلول الرائعة اللي حضرتك حضرتها والتربية السكانية اللي احنا أصلا ما كناش نعرف عنها حاجة لولا النهارده سمعناها من الدكتور عبد الحسين. أرجو يعني تفكير في وسائل وآليات للخروج بره هذه القاعة لاستفادة أكبر فئات المجتمع بهذا الكلام السري. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا دكتور فاطمة على هذا الموقف المهم جدا وكانت تكون وقعت اللي احنا عندنا انفصال بين الباحثين. عدد سكان الدكتور عرفت في مصر يضع مصر في المرتبة الدول الثانية مش الثالثة مش النادية. عندنا 75% بيشتغلوا في الجامعات خويات مقابل 20% و 25% في مواقع الإنتاج. العكس في الدول المتقدمة 75% من الكوادر المؤهلة دي بيشتغلوا في مواقع الإنتاج وال 25% في الكورة أو في مجال اللي هو الجامعات. نبدأ احنا عندنا انفصال كامل منذ عبد الناصر وهو هذا النعيم الخالد اللي نحن عارفين بين العمل الجليل والعمل الحكومة. كان زمان أو حتى في الجامعات الأوروبية، أنا في الجامعة اللي خرجت منها في بريطانيا كان في قسم المناهج يجي الطالب والزملاء بين المصريين ياخذ موضوع معين نفايات البحث من المهني ياخذ درجة صفر بتصرف عليه مؤسسة ناشر الكروت كروت مؤسسة البحث الكبيرة الدولية القومية وبعدين بياخذ مكافآت ويديله جدا وحاجات وعربيات كل الإمكانيات المرتبات يخلص الدليل ياخذ رسالة أخرى على الدكتوراه يبقى نسخة منها والمرشد كان بياخذ مرتب من الهيئة من مؤسسة البحث يبقى نسخة من إيه؟ بحث البحث وياخذ بها درجة من الجامعة كما هي يجي علي بعد كده يقول علي اللي قبل منها كان ابراهيم عمل كذا 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 وكلامكم ده احنا هنتاخد الجزء الفلاني مؤسسه البحث تصرف عليكم ويقول لك ما الامكانيات اللي انت عايزها يكمل هذا اذا معناها ان البحث العلمي حتى الشهادات بيخدم واقع الانتاج بس عليهم بدون امتيازات بدون امكانيات بيعمل هذا وكل زملائي منهم بعضهم في كندا وبعضهم في اوروبا وبعضهم في مصر كانوا بيعملوا بالنظام ده. احنا هذا انقطع لجنه الوظيفه الواحده ممنوع من الجامع بين وظيفتين. انا اجي اخد قرار شهري اما اجي العجوز ولا عارف الكلام ده قبل كده وعصرته كمان ازاي انت في الجامعه بس في الجامعه مش شغال في الجامعه حتى مهندس لا ما فرقش معاه زراعه بقى كل واحد. احنا محتاجين انا قلت الكلام ده في اكثر من مؤتمر علمي مؤتمر بحث القومي في عهد الدكتور عبد السلام وفي عهد الدكتور عبد الهلال في مؤتمر في جامعة في الجواحي وعبد السلام مع احترامي كان مكتب القرار في هذا وقلت هذا صح. انا كنت بكلمكم في الدراسه ان هناك رئيس جامعه عملنا سنه كام ده 2008 عملنا دراسه اتكلمت 100,000 جنيه من كبار مقصين في المكتبة السكانية وتمت تحكيمها من كنت أحد المحاكمين لها ورفعناها للوزير بتاع الصحة والإسكان وكان رئيسا للجامعة ورايحين مبسوطين قوي دي رسالة دراسة كانت عن مشكلة السكانية. أنا قال من حضرة واحدة متشكرين إن عندنا الحاجات اللي طبعا مشهورة ده نظام سيستم كده احنا عندنا مراكز بحسن شكل. طب ايه رايك مع الوزير؟ يا سيدي مش فاهم انا قلت لك كده. قال له مش فاهم انت فلوس قال له حتى ولا فتركناها على المكتب ومشينا. هذا هو الحال. هناك انفصام لابد ان نفك منه ان هذه الجوانب اللي بتتكلم حضرتك عنها القديره والمبدعه في كل مجال
أن يصل بهذا إلى الجهة التنفيذية دون حساسية، دون حساسية. أنا دعم البحث حضرتك أو غيري بتتكلم عن حاجة في مصلحة البلد لابد أن تؤخذ بكل احترام والشكر، ولا أريد منكم شكورا بجزاء الله شكورا. والمشكلة هناك أقناع من الرسائل الهامة جدا الموجعة في جميع الجامعات المصرية موجودة في الرفوف، ولكنها للأسف الشديد لا تلقى رواجا أو استقبالا أو حتى اهتماما من أي جهة مصرية، حتى لو ألحيت على هذا لن تصل إلى شيء. هذه المشكلة، والله يعني نقدم بعد بس أنا بشكر جدا كل السادة المعلقين دكتور مراد دكتور عاطف دكتور فاطمة دكتور محمد. كنت عاوز أضيف حاجة لدكتور محمد الحقيقة، وعندنا يعني أدوار متعددة جدا سواء في التعليم النظام أو غير النظام، طبعا كان يعوزنا الوقت إن احنا نعرضها، سواء كان المعسكرات دور العبادة. دور العبادة ده مهم جدا في المشكلة، يعني احنا شعب متدين جدا ونعرف ربنا، فده دور مهم جدا، الأسرة ودور العبادة ودور مراكز الشباب والرحلات والمعسكرات، كل دي أنشطة. دي قضية الدولة، ما هياش قضية واحد أو قضية اثنين، دي قضية الدولة كلها، ولابد إنها تتكاتف كل أجهزة الدولة من أجل حل هذه المشكلة كل فيهم. فيعني أنا بشكر حضرتك على التعليق، ويعني بشكر الدكتورة فايزة حسين الحسيني، بشكركم جدا. شكرا دكتور فايزة. اتفضلي. الحقيقة ممكن كده أقول سريعا عشان وقتنا، ما أنجز من بعض المقترحات سيادتكم اللي طرحتوها. مثلا تم تنفيذ مشروع على مستوى جامعة عين شمس بالتعاون مع هيئة التعليم الكبار لمحو الأمية تخريج معامل الطالبة والخريجة السنة دي بقرارات جريئة، وفعلا تم تدريب الطالبات في كلية البنات جامعة عين شمس على ان هما يمحوا اميه 10 علشان تتخرج وتاخد الشهاده، وده حلنا اللي كنا بنطرحه كتير في المنابر لاعداد القاده وتدريب الشباب الجامعي. فنفذ منها 200 يعني محلنا اميه لغايه الان، وبندرب تاني بنشتغل بصوره كثيفه يعني اكثر مما سبق. الحاجه الثانيه جانا من برضه الجامعه على مستوى الاقسام لمناقشه الحلول الجزئيه من قبل الاقسام وتنفيذها كحلول لمعالجه المشكله السكانيه. لسه كما من اسبوع اقترحنا برنامج دبلومه عن الجمعه المهنيه السكانيه عشان نعد كوادر ممكن تبقى دبلومه مهنيه تروح تشتغل وتبقى واعيه زي تشي او تشي كده، يعني تبقى بتدرب برضه او تبقى عندها خلفيه علميه للتوعيه في برنامج مهني. الحقيقه يعقب هذا برضه من الحكومه ان احنا نشوف الجهات التنظيم لتبسيط بعض الخريجين علشان يعني نعيد توظيفهم بحيث يلاقوا مجال عمل، خاصة إن أنا لقيت من الدراسة إن المتعاقدين معظمهم من خريج الجامعات. فعايزة أعيد تقديرهم، أعمل لهم برامج لو أنا مثلا تخصصي مش مجال عمل، أعمل سنة دبلومة سنتين دبلومة حاجة ليها في سوق العمل. يعني في أفكار إن إحنا نحل مشاكلنا مننا فينا والتدخل الجمهوري. برضو اللي هي تغيير التخصص ده مهم قوي. الحقيقة تخصصات كتير فلسفة وتاريخ ما بيلاقوش شغل، هم دول اللي عاملين لنا نسبة متعطلين كتير. شكرا لحضراتكم وشكرا لليوم الثاني في المعلومات وللمكان اللي هو اتاح لنا نعرض هذا وينقل عبر الاونلاين لكل من في بلدنا الحبيبه. شكرا جزيلا دكتور الحبيب، تفضل في دقيقه لو سمحت. السلام عليكم، اسمي نيان مصطفى. نيان مصطفى، أنا بس عندي استفسار بسيط، هي المحاضرة كانت على جدول أعمال اللجنة
حتى عريس يمكن يسمع بيه 16 فبراير ولا بعد 16 فبراير. احنا اولا لا نتحدث عن نفسنا الا بالكورونا وانا مضطر اقول لك بس احنا بدانا في ديسمبر نفكر في هذا. كده نرجع والله للجنه نعمل مؤقره فكرنا من ديسمبر مش كده؟ من ديسمبر 2019 عام الماضي ان احنا نبدا وجينا فتره شهر عشان خاطر نعد نفسنا وجينا المفروض الاسبوع الماضي اللي حصل فيه اللي قبليه حصل فيه من تحت الامطار والحاجات اللي اتجلت الاسبوع اللي بعديه كان في ده مش عارف ايه والنهارده قلنا لا قالوا في اجتماع فاخيرا هم حصلوا جينا فاحنا لنا السبق دون فخر او يعني شرح ولكن نحن على وعي كامل بالمشكله السكانيه بكورونا لابد كورونا والتي لا يفوتني ان اقدم الشكر والتحيه للمعالي الوزيره الدكتوره ايناس عبد الدايم والاستاذ الدكتور هشام عبدي امين عام المجلس على الثقافه ولجنه المؤتمرات وامين اللجنه التي ساعدتنا والشكر الاخير والجزيل او الاول والاخير للساده المتحدثين واعضاء الدوله المبكره لولاهم ما كنا عملنا اي شيء. لكم التحية ولهم التحية وأشكركم.